بعد مشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم همسات عابر من خلال سيسات الفضائيه القبطيه. بنرحب بكل احبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم بيشاهدونا الان. حلقه النهارده كلنا محتاجينها وكلنا عايزين نتعلم منها ونتعلم من كل كلمه رب هيحطها على افواهنا، ومستعدين لمناقشتكم وللتواصل معاكم، والخطوط مفتوحه من بداية حلقتنا. وفي بداية حلقتنا بحب أرحب بأخويا العزيز، أخويا الأخ وجيه مسعد. أهلا وسهلا أخ وجيه. أهلا بيك يا أخي حان. أهلا بيك، فرصة سعيدة أن احنا نتقابل مرة تانية بعد غياب فترة طويلة، لكن الرب سامح أننا نتجمع مرة تانية في موضوع مهم كلنا محتاجين له وكلنا بنهتم بيه ونفسنا أن احنا نتعلم منه كتير. ربنا يبارك حياتك ويديك وقت طيب معانا النهاردة. أمين. ممكن ترفعنا كده في طلبة صلاة في بداية حلقتنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب بنعظمك ونشكرك لأجل كل مرة تجمعنا فيها من حولك. نشكرك لأجل كلامك الحلو الطيب. نشكرك لأجل كل مرة يا رب نأتي فيها إليك تكلمنا وتعلمنا. يا رب بسألك في هذه الفرصة أنك تبارك كل تأملاتنا وكل ترنيماتنا وكل كلمة يا رب تسمح عنايتك أن تأخذ مجراها في حياتنا، مغيرا يا رب، مباركا أيضا كل السامعين في اسم الرب يسوع المسيح. بسأل لك كل كرامة ولك كل مجد. آمين آمين آمين. ربنا يبارك حياتك. ندخل محضر الرب بترنم قبل ما نبدأ في موضوعنا النهاردة. آمين. نقول له يا رب احنا بنباركك يا رب، بنعليك، بنرفعك، بنديك كل المجد وكل السجود وكل التقدير، لان انت تستحق كل شيء يا رب. احنا ليس لنا بل لاسمك نعطي كل المجد. المجد كله يرجع ليك يا الهنا ومخلصنا وفدينا يسوع المسيح. انت جيت في ملء الزمان لتعطينا هذه الحياه الابديه وتعلمنا كل ما هو سامي، لان انت عايز الكل يخلص وإلى معرفة الحق يقبل. عايز ترفعنا وتجلسنا مع أشرف شعبك. عايز تردنا تاني لمكاننا الأصلي في قدس الأقداس، نبقى معاك يا رب موجودين في محضرك، موجودين في حضرتك. عايز تنقينا، عايز تقدسنا لشخصك، فبتعلمنا التعليم السامية. بنباركك يا رب وبنعليك. تعالوا كلنا مع بعض نرنم الترنيمة دي ونصليها مع بعض ونقول له يا رب فعلاً احنا بنباركك يا رب، لان انت تستحق كل البركة وكل العز والسلطان والمجد ليك يرجع مش لينا. امين, أمين. ارتفعت صنع على الجميع يسوع، نرفع اسمك عاليا يسوع، نرفع اسمك فوق كل
المجد والسلطان من الآن وإلى الأبد آمين. أخو وجيه، النهاردة موضوعنا موضوع يمكن في بداية حلقتنا نحب إن احنا نفرح كلنا بسنة جديدة بنتذكر فيها كل الشهداء والقديسين اللي نالوا إكليل الشهادة على اسم المسيح. يمكن بنقول إن المسيحية اتنشأت على دم الشهداء، وكانوا بيروحوا يسلموا نفسيهم للقضاء والولاء علشان يموتوا على اسم المسيح ويبقوا فرحانين جدا. لكن السعادة دي كانت بيتكتب لهم وبيتحط لهم إكليل الشهادة. من هنا اتعمل عيد الناروز، وكنا بنفرح وبنقول فعلا دي بداية سنة قبطية، فبنرحب وبنحيي وبنفرح كلنا وبنبارك كل الأقباط في كل مكان في العالم بيشاهدونا، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الناروز والسنة القبطية الجديدة. بنفتكر من خلالها الشهداء، بنفتكر من خلالها ناس كتير ضحوا بحياتهم من أجل ملك الملوك ورب الأرباب، إلهنا اللي يستحق كل المجد، يستحق كل شيء، انك تبذل نفسك وتبذل حياتك من اجله علشان اسمه يرتفع عاليا. لكن اهل الناس اللي كانوا بيموتوا دول، يا ترى كانوا بينتقموا من اللي بيموتوهم، ولا بيقولوا ربنا يبارك فيهم وما بيتكلموش، ولا هم بيكنوا ليهم كل ضغينة وبيتظاهروا بأن هم ناس كويسين؟ وده اللي حاصل اليومين دول، كنايس بتتحرق، أهالي بتتخطف، بنات بتتخطف وولاد بيتخطفوا، وكوارث بتحصل في مصر، وأهل اللي حادث ليهم هذه الكوارث هل بينتقموا؟ هل لما الكنائس اتحرقت أهل الكنيسة وشعب الكنيسة انتقم من اللي حرقوها، ولا سلموا الأمر لصاحب الأمر، سلموا الموضوع في إيد الرب؟ عملوا إيه؟ عملوا حاجة مهمة، وهي دي اللي هنتكلم من خلالها النهاردة في حلقتنا النهاردة، وإحنا كلنا محتاجينها، لأن الرب يسوع في الصلاة الربانية طلب إن إحنا نقول كلمتين مهمين قوي: اغفر لنا ذنوبنا كما، كمل معايا، نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. موضوعنا النهاردة عن الغفران، الغفران والتسامح. إزاي أنا أغفر للي قدامي، وإزاي أكون متسامح مع الآخرين؟ موضوع كبير، ويمكن كلنا محتاجين نفهمه ونتعرف عليه أكتر وأكتر في خلال حلقتنا النهاردة. أخو وجيه، طبعا أولا كل سنة وانت طيب، إحنا أقباط وبنتذكر دايما دماء الشهداء اللي اتبنت من خلالها كنيسة المسيح على مدار يعني 2000 سنة نقول أو 1600 سنة. لكن نرجع ونقول موضوعنا النهاردة مهم قوي، وهو الغفران والتسامح. عايزين نعرف الفرق اولا، بس قبل ما نعرف الفرق، هل في قراءه كتابيه ممكن نقرا من خلالها الجزئيه دي او نفهمها ونقدر نفتح موضوعنا من خلالها؟ امين امين. الحقيقه في البدايه اهني كل شعبنا بعيد النيروز، و الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده دوت زي ما قلت حضرتك ان هو بيشمل جوانب كتير في حياتنا. هل نغفر، هل نسامح، ولا هل نحمل حقد وضغينة؟
وتعالى عشان نفهم موضوع الغفران والتسامح نقرا مع بعض ايتين صغيرين موجودين في افسس 4، ونقرا عددين اللي هو 30 31 و 32، ثلاث ايات. بيقول: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. والآية الشعار بتاعنا النهاردة: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. هللويا. ايه هو الغفران؟ الحقيقه الغفران ابتدى منذ الخليقه لما ربنا خلق ادم، وعارفين القصه ان ادم عصى الله واخطا، ونتيجه عصيانه وخطيته كان لابد من ان الله يغفر لادم، لان الله مكتوب عنه انه إله كل محبة، إله عادل وفي نفس الوقت رحيم ويغفر. فهنا حس آدم بالخطية اللي عملها والذنب اللي حصل وفعله، فربنا بيندهله قال له: آدم آدم أين أنت؟ قال له إيه؟ سمعت صوتك فاختبأت في الجنة فخشيت واختبأت، اختبأ تحت الشجرة. وهنا يورينا ان ادم حس بالذنب، ودي اهم حاجه في قضيه الغفران، ان كل واحد فينا يحس بالغلط اللي هو بيعمله، علشان الله في وسط الخجل والعري والخوف اللي كان في ادم يقدر يغفر لكل واحد بيحس بذنبه. كمان الله لما حب يغفر للانسان ما غفرلوش وخلاص كده، لكن جاب علاج يعني لما تروح لدكتور وانت مريض، في دكتور يعالج مثلا السخونه وخلاص يدي تايلانول وانتهت الحكايه، لكن في دكتور عايز يعرف سبب السخونه دي ايه، سبب المرض ايه، ايه هو الداء اللي عند الانسان، المرض اللي عند الانسان. طبعا هو الخطيه، والله عالج داء الخطيه فين؟ في جسد ربنا يسوع المسيح اللي مات على الصليب. كمان في آية حلوة بتقول: محوتوا كغيم ايه؟ ذنوبك وكسحابة خطاياك. ويقول كمان آية حلوة في المزامير: طوبى للرجل الذي غفر اسمه وسترت خطيته. يبقى نقدر نقول ان الغفران هو ستر، هو محو الخطية بالكامل. يقول كده الكتاب ان وراء ظهر الرب طرح خطايانا. طيب هو ربنا ليه ظهر؟ هو عايز يقصد يقول ان ربنا رمى خطيتنا في مكان مجهول ملوش مكان، ويقول رماها في اعماق البحر، ورميت في اعماق البحر محدش يقدر يصيده ويطلع تاني. وبعدين ليه بيعمل كده الرب؟ هتلاقي ان هو في المزامير برضه بيقول لنا ان الرب رؤوف ورحيم، بالظبط، كثير الرحمة، وهو جزيل التحمل. ربنا خلق الإنسان وكانت لذته في بني آدم، كان بيحبه، بالظبط. هو يعني لذة الإنسان أو لذة الله في وجوده في محضر ولاده، في محضر بالزبط. أهله، عشان كده الرب خلقنا. فمش معقول بعد ما يخلقنا كده هو ويدينا روحه، ويدينا نسمة الحياة، ميزنا عن الآخرين، ميزنا عن الملائكة. يمكن الملاك بيطيع الأمر فهو خادم وليس له عقل يفكر، هو مطيع فقط للأمر، ولكن الرب ميزنا، إحنا ندانا حرية الاختيار، ادانا العقل نفكر بيه، ادانا نسمة الحياة، مش بس خلقنا كائنات حية، لكن خلقنا فينا منه. عشان كده ما ردنا رد المسلوب، اللي سلبه إبليس رده تاني. اللي عايز أقوله يعني إن ربنا بينسى ونسيان بالكامل، فزي ما هنشوف بعد شوية احنا كمان لازم ننسى خطايا بعضينا ونغفر لبعضينا. طب نسيان إيه؟ ومحو ورمي في البحر ايه الفرق؟ ايه الفرق يا اخ وجيه لو قلنا الغفران والتسامح؟
هل في فرق بينهم ولا الاثنين وجهين لعملة واحدة ولا هم عبارة عن ايه؟ هو الحقيقة يعني موضوع الغفران والتسامح ليه جانبين، جانب من ناحية الله وجانب من ناحية الإنسان. الله غفرت لكم الخطايا من أجل ايه؟ اسمه، زي ما قلنا من أجل اسم المسيح. لكن في غفران للإنسان المفروض زي ما قلت حضرتك في الصلاة الربانية، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. في دور على الإنسان أنه كمان لازم يغفر. ومن من النقطة دي نقدر نقول أن الغفران ليه خمس جوانب أو خمس أنواع زي ما بيقولوا. يعني نقدر نقول أنه غفران أبدي، اللي بيؤمن، كل من يؤمن بالابن له حياة، ولن يأتي إلى دينونة ولا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. غفران أبدي، خلاص المسيح سامحك، الرب سامحك بكل خطاياك اللي انت عملتها. كمان نوع تاني اسمه الغفران الأبوي. أبوي ده نشوفه واضح في قصة الابن الضال. خد بزر ماله بعيشه مسرف وراح لكرة بعيدة، ولما قال أقوم وأرجع إلى أبي وفكر كده أنه لازم يرجع لأبوه، مين اللي كان مستنيه؟ أبوه. بيقولك لما رآه من بعيد ركض يعني جري، وخده في حضنه وقبله. وده هو ده الغفران الأبوي. ودي يمكن نقطة بتكلم فيها لكل الأسر وكل المشاهدين حبايبنا. النزاع بين الأبناء وبين الآباء، الخناقات اللي بتحصل بين الأولاد والبيوت اللي هي مكسورة وفيها نزاع وفيها خطايا، هنا بيوري لنا قد إيه إن الأب لازم يغفر لابنه. غفران إيه؟ أبوي. في غفران زي ما قلنا شخصي أو فردي، إن إحنا لازم تغفر خطاياك، لازم تيجي للمسيح، كل من يؤمن باسم المسيح تغفر له خطايا. كمان في غفران أخوي اللي هو هنتكلم فيه باستفاضة النهاردة، إن إحنا نغفر لبعضينا. في غفران خامس وأخير اللي هو الغفران الكنسي، لو واحد غلط في الكنيسة نوديه فين؟ نذبحه يعني؟ لا، غلط انه يتوجه يتعلم لألا يبتلع، زي ما بيقول الكتاب في كورنثوس الثانية، عشان الشيطان ما يضحكش علينا، عشان الشيطان احنا لا نجهل أفكاره. فعشان كده يبقى فيه غفران كنسي كمان، الكنيسة تقدر بقدر الإمكان تسامح أي حد بيغلط. دي جوانب علشان ما تشتتش الجماعة، دي مهمة قوي. يعني الغفران الكنسي ده المفروض ان الكنائس تهتم بالنقطة دي، لان ممكن انسان يغلط ويعمل حاجة غلط في الكنيسة، او مثلا يتصرف تصرف لا يليق او ولكن نبص نلاقي ان بعض من الناس وبعض من قادة الكنائس او الخدام تبص تلاقيهم يقيموا دينونة عليه، اتعملوا وجدوا في الحالة دي قضاء يحكموا على الراجل ده ويمنعوا ويكلموا ويوبخوا ويتصرفوا بأسلوب لا يليق مع الأب الحنان. طب انت خلي المثل بتاعك هو المسيح، شوف المسيح كان بيعامل ازاي تلاميذه، حتى اللي أنكره بقى هو قال له هتنكرني 3 مرات، لكن لما أنكره صاحب ديك بصله بس من بعيد كده، فكره كل اللي قاله، ما قالش حاجة تاني. حتى المرأة الخاطية، المرأة اللي زبطت في ذات الفعل، ما وبخهاش ولا قال لها حاجة، قال لها كلمة بسيطة قوي، أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد، لا ولا أنا، اذهبي ولا تخطئي. يعني بمنتهى المحبة الرب عامل ولاده. فخلي الكنائس تعامل ولادها وتعامل أهلها وتعامل شعبها بالمحبة، لأن أنا بلاحظ ناس كتير بتعصر من الكنائس وبتعصر من الخدمات وبتعصر من الخدام، لأن بتشوف حاجات وتعاملات مختلفة وطرق مختلفة في التعامل بتخلي الناس تكره نفسها، مش تكره بس المكان اللي هي موجودة فيه، لكن ممكن تتسبب في شرخ يتوجد في الشخص. فخلي صدرنا مفتوح ورحب لأي إنسان علشان يغفر لنا كل ذنوبنا، لأننا بنغفر للآخرين زلتهم. وده الكتاب اللي بيقول الكلام ده في إنجيل متى صح السادس عدد 14 و15، يقول لنا فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أنتم أيضا. أباكم الذي في السماوات يغفر لكم زلاتكم، وإن لم تغفروا لن تغفر لكم. كلام واضح.
يعني الرب هنا هو يقول لك لا تدينوا لكي لا تدانوا، ما تدينش حد. ايوه ربنا ما خلاكش ان انت تبقى قاضي، لا، ان هو القاضي. اوعى تفتكر ان الرب معينك تبقى قاضي، لا، انت خادم للرب، خدام للاخرين، لان المسيح بذاته لم ياتي ليخدم بل ليخدم، وهو هو العظيم القدوس، لكن كان خادما للكل. مش كده ولا ايه؟ مظبوط. يبقى لازم نخلي المثل الاعلى بتاعنا المسيح، هو الرب يسوع. طبعا لكل طبعا، يعني تبص تلاقي واحد بيسامح التاني، ولا انا سامحته بس مش ناسيله، يعني مش قادر ينسى، واخد بالك؟ ودي النقطه اللي انا كنت لسه عايز اسالك فيها يا اخويا، يعني لا اعود اذكر خطاياكم فيما بعد. اذا كان ربنا سامحك بالكتير وغفر ليك كتير، انت مش قادر تسامح اخوك؟ وده مثل هنشوفه في متى 18. يعني لحد فين اسامح؟ يعني كم مره سامح؟ وده السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك اخواجي، هل الغفران ان انا انسى عيب اللي قدامي، ولا ان انا اتناساه؟ لا، تنساه كومبليتلي تماما. ما يعني زي ما انت قلت الايه الحلوه دي، اللي يعني ازاي ربنا يغفر لنا واحنا مش قادرين نغفر لبعض؟ لابد من النسيان. مش تقول يعني قلبك ما يقفش. طب لو واحد مش قادر يعمل ايه؟ ما هو هيصلي وربنا يديله نعمة النسيان. وهنشوف يعني علاج الموضوع ده في الاخر خالص. ليه انا مش قادر اغفر، وايه اللي بيحصل لما ما بغفرش؟ مرة في متى 18 هنا هنقرأ عن الرسول بطرس، راح في متى 18 وسأل المسيح الحاجة المعروفة لنا، يعني في عدد 21 بيقول: حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة. 7 مرات. 7 مرات. وبعدين عمل مثل المسيح، قال له كان في واحد مديون ب10,000 وزنة، وراح لصاحب الدين فقال له: أنا مش قادر أدفع. ده حتى ال10,000 وزنة يعني تقدر يمكن بحوالي 12 مليون دولار ولا 15 مليون دولار حاليا. يعني قال له: اديني مهلة ان انا اقدر ادفع الدين دوت، اديني مهلة زي ما مكتوب هنا، فأوفيك الجميع. الراجل ده لو اتباع هو وبيته ومراته وعياله، مش هيكفي المبلغ، مش هيقدر يجيبه. طبعا. فراح سامحه، قال له خلاص. طلع بره، الكتاب هنا بيقول لقى واحد هو لي عنده حوالي 20 دولار مثلا، 100 دينار. فعرف، قال له: هات ال 100 دينار بتاعتي. طب انت لسه طالع من جوه وسامحك ب10,000 وزن، مش قادر تسيب له ال 100 دينار؟ شوف هنا بيقول ايه، حاجه عجيبه عملها. بيقول لك: ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفي لي مالي عليك. يعني مسكه منين؟ من رقبته، خنقه، وراح موديه على فين؟ على السجن. قال له: طب تمهل علي. ما فيش فايدة، راح ودى السجن. أمين. طب هسأل سؤال. طيب قبل ما نكمل بس معنا تليفون من القاهرة. طيب. الأخ محمود من القاهرة، أهلا وسهلا أخ محمود. اخ محمود اهلا وسهلا. اخ محمود سلمك يا دكتور حمد. ايوه اهلا وسهلا. ايوه انا من القاهره. اهلا وسهلا اخ محمود. لو سمحت انا كنت عايز اعمل مداخله في البرنامج. اتفضل، انت على الهوا معايا دلوقتي. بخصوص التعرض اللي هي ايه المسيحية دلوقتي موجودة، يعني في اللي بتواجهها. أنا عايز أجمع الكلام، صوت بيقطع. اللي بتواجهها دلوقتي. أيوه اتفضل.
ايوه. طب ما هي السعادات دي من ايام السيد المسيح اصلا، وهو اصلا مستعد، يعني هو شيء متوقع مليون في الميه ان هو لازم يكون برضه في الايام اللي احنا فيها دي، ان هو برضه يكون في سعادات لهم برضه، مش ان هو حاجه جديده. ما هو هو بص، المسيح قالها، قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يعني قبل ما يحصل الحاجات دي الرب يسوع قالها نفسه، قال ان في العالم هيكون لكم ضيق، هيبقى في مشاكل هتحصل لكم، في اضطهادات هتحصل لكم، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فاي انسان مسيحي حقيقي بيؤمن بالرب يسوع ايمان حقيقي، مهما حصل فيه هو واثق ان ده كلام ربنا قاله قبل كده، وقالوا في الكتاب المقدس، قالوا ان هيحصل فيه ضيقات لكن احنا غالبين بالاسد الخارج من سبط يهوذا اللي هو الرب يسوع. اتفضل يا اخ محمود. حلو ان الاخ محمود يتصل، يعني ايوه انا مع حضرتك. اتفضل يا دكتور حمد. اتفضل. بس هو انه انا دلوقتي اللي هو موجود دلوقتي في الدول، الدول كلها على الاضطهاد، الاضطهادات كلها على الكنائس وعلى المسيحيه بالذات، على كله يعني دي انا قريت الانجيل كله، فانا اللي انا قريته من القرايه فيه ان فعلا اللي هو من ان شخص المسيح نفسه هو كان بيضطهدوه، ولازلنا لحد دلوقتي. فانا ما كنت ده نقطتي ان انا بتكلم فيه. ايوه ما هو الرب يسوع قال الكلام ده يا اخ محمود، وقال طوبى لكم اذا عيروكم وقالوا عنكم كل شيء من اجل اسمي كاذبين، افرحوا وتهللوا. يعني الناس بتفرح لما يعني لو حد مثلا اضطهد انسان مسيحي، يعني بص قد ايه المسيحيه فيها التسامح وفيها الغفران. اذا كنا احنا علشان يتغفر لينا ذنوبنا الرب قال لنا اغفر لنا ذنوبنا، دي في الصلاة اللي احنا كمسيحيين بنقولها، بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما يغفر لنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسيئون الينا. يعني اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، يعني اذا احنا ما غفرناش يبقى ما ربنا مش هيغفر لنا. فعشان كده اي انسان مسيحي حقيقي هتلاقيه بيتمثل بالمثل الاعلى بتاعه، هو شخص الرب يسوع اللي هو مات واضطهد واتضرب واتهان من اقرب الناس لي، لكن تمسك وتشدد وتشجع لان في لينا ملكوت سماوي. هو قال لنا كده، انتم لستم من هذا العالم، الجسد ده ملوش قيمه، يعملوا فيه ايه؟ قطعوه، احرقوه، العالم كله وما يهمنيش. ليه؟ لان انا ليا عالم تاني، انا ليا مكان تاني، مش هيهمني اللي بيحصل ده. وده اللي بيحصل في مصر وفي الشرق الاوسط في الاضطهادات دلوقتي، خاصه على المسيحيين. وكويس ان انت، يعني انا شايف اسمك محمود، ونشكر ربنا ان انت يعني بتقرا الكتاب المقدس وعارفه. اخ محمود معانا على الهوا؟ ايوه مع حضرتك. ايوه اتفضل. انت مستعجب للغفران ان المسيحيين بيعملوه تجاه الاخرين يعني؟ اخ محمود. لا انا ان يعني لازم ان في حل لكده للي بيحصل للاخوه المسيحيين، ان يعني ازاي ان هم يعني يبقى في اضطهاد، يعني لازم ان هم يبقوا في امن وفي سلام زيهم زي المسلم زي اي حد تاني. انا شايف ان الانسان المسيحي معرض للاضطهاد اكثر، فان هو علشان انا مع يعني احترامي ليك انا على طول مدى الايام لحد قيام الساعه ان هي ما الخط قطع منك يا اخي محمود، بس اقدر اقول لك تليفونك فصل شحن، بس ارجع او الخط فصل بس معلش، بس ارجع واقول ان احبائنا المسلمين اللي بيتبعوا تعاليم الاسلام الخاطئه او الحاجات اللي موجوده مغلوطه فيها، وهدفهم ان هم يدمروا المسيحيه ويدمروا المسيحيين ويموتوهم، هم معذورين فاكرين ان هم بيرضوا اللي هم بيتبعوه. بس نرجع ونقول ان احبائنا
الغير مسيحيين بيحبونا واحنا بنحبهم، حتى لو هم ما حبوناش احنا بنحبهم، يعني مهما حصل احنا بنحبهم، ومهما حصل فينا من اضطهاد للكنيسة وضرب وإهانة احنا واثقين ان ده بسماح من ربنا عشان يشدد ايماننا يقوينا، واحنا بنغفر له، لان اذا احنا ما غفرنا لهمش ربنا مش هيغفر لنا. فانا بس بشجعك ما تستعجبش، الحل في ايد ربنا، لان الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. الحرب للرب مش لينا، احنا حربنا مش مع بشر، احنا بنحبكم، بنحب كل انسان. ودايما اقولها، اللي يقول انا ما بحبش اخويا في الإنسانية أيا كان هو مين، أيا كانت ديانته، وهو يدعى عليه اسم المسيح، فهو على حياته المسيحية علامة استفهام كبيرة. يعني معنى كده إن لو أنت بتكن ضغينة في قلبك لأي إنسان آخر ما بتغفرش، راجع نفسك، لأن الوقت مقصر. الرب على الأبواب، هيجي وينفذ وعده وينفذ عهده، ومش هيغفر لك لأن أنت ما غفرتش لأخوك. ده مش ضعف، دي قوة. أنا أول مرة قريت فيها الكتاب المقدس قلت إيه القوة دي؟ إيه أحب أعداءكم دي؟ إيه القوة الغريبة اللي موجودة دي؟ إزاي أحب عدوي؟ لكن لما فكرت فيها لقيت إن أنا لو حبيت عدوي مش هيعديني، وحتى لو عداني ايه اللي هيحصل؟ الجسد فاني ملوش قيمة. ربنا يبارك حياتك اخي محمود، وشكرا على اتصالك، شكرا ان انت بتتابع، واتمنى من كل احبائنا المسيحيين والمسلمين وحتى اللي ما عندهمش دين اللي بيدوروا ويعرفوا، لو عندك سؤال، لو عندك طلبة صلاة، لو عندك احتياج روحي او اي استفسار في موضوع حلقتنا، الرب يتمجد ويرد عليك في اللي انت عايزه. رجع معانا لا شخص تاني، معانا واحد تاني اسمه محمود. اهلا وسهلا اخي محمود. اخي محمود تاني من البحيره. اهلا وسهلا اخي محمود من البحيره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل حضرتك معايا على الهواء. اهلا بيك. والله يا فندم احنا كمسلمين ومسيحيين كلنا في وطن واحد. طبعا. امين. لله والوطن للجميع، المفروض ان احنا ما نطردش بعض، واحنا كلنا زي بعض، وزي ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي ديني. لكن احنا كان عندنا ظروف مسلمين، واللي كانوا بعزونا امبارح في العزاء بتاعنا معظمهم مسيحيين، ما سبوناش خالص في وقت العزاء، وكانوا قاعدين معانا لاخر لحظه في العزاء، وهم قاعدين معانا مع اخواتنا في التعيين جنب مننا، وناس كويسين جدا ومعاشرين، ومننا 25 سنه النهارده، لا شفنا منهم حاجه وحشه ولا هم عملوا حاجه وحشه. زي اللي بيجي غريب يشوفنا يقول ان احنا كلنا مسلمين او ان احنا كلنا مسيحيين. ما تعرفش انت لو ابن حضرتك لو جيت عندنا هتشوفنا، هتعرف ان دولت مش هتفرق مين مسيحي ومين مسلم. صدقني صدقني يا اخويا الحبيب، احنا مصريين يعني من بلد واحده، خدت بالك؟ يعني وكنا بنروح البحيره ونروح المنصوره ونروح الدقهليه والشرقيه والمنوفيه وكل البلاد دي. انا بحب قوي الفطير المشلتت، كان دايما في البلد عندنا يجيبوا لنا من المنصوره، يجيبوا لنا فطير مشلتت كده سخن، كنا ناكله بالجبنه القديمه ده طبعا، بس من غير دود. قلت لهم انا ما عايزها من غير دود، علما بان بيقولوا الدود مفيد، لكن انا ما كنتش بحبها بالدود. ربنا يباركك اخ محمود. فعلا لا يعني انا عايز اقول لك حاجه، الانسان المسيحي السليم هتلاقيه واقف جنب اخوه الانسان وبيحبه بغض النظر عن دينه، ما يفرقش. يعني الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. يعني انا ممكن اختلف معاك في عقيده، انا ممكن اختلف معاك في نوع العباده اللي انا بعبدها وطريقه العباده، لكن لا اختلف معاك في اننا بني ادمين زي بعض، يعني ان احنا اخوات في الانسانيه مش اكتر. فانت من واجبك ان انت تحبني
لاننا اخوات في الانسانيه، وانا من واجبي ان انا احبك لان انت اخويا في الانسانيه. فده اي انسان مسيحي سليم هتلاقيه بيتعامل معاك بنفس المنطق اللي انت بتقوله ده. ده حاجه طبيعيه جدا جدا جدا. ولا يا اخو وجيه الحقيقه الاول بعزل الاخ محمود في المصاب اللي عندكم. اوضح لحضرتك حاجه، اقول ربنا يعزيك يعني في الالم. بس انا بس الاخ وجيه بيعزيك واسمع رايه وبعدين نكمل كلام. يعني الحقيقه الناس كلها بتستعجب، مسلمين ومسيحيين، ايه المسيحيين دول ليه مش بيدافعوا عن كنايسهم ويهاجموا ويضربوا ويعملوا؟ ربنا علمنا فعلا زي ما قال الاخ يوحنا ان احنا نحب بعضينا، وقال احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يعني كنت بتفرج على برنامج والواحد بيسال المذيع بيقول له هو فين الانبا تدروس؟ قال له ده في الدير بيصلي عشان خاطر مصر. طبعا اهم حاجه ان احنا كلنا نصلي من اجل مصر وسلام مصر، ويرجع ربنا بالسلام والمحبه اللي بين المسيحيين والمسلمين، لاننا على مدى قرون احنا عايشين اخوات مع بعض، نحب بعض، ايدينا في ايدين بعض. تتعجب لما الانبا تدروس يقول مثلا فداكوا الكنايس وحرق الكنايس، فدا مصر ولا يهمكم، اهم حاجه ما يكونش في ارواح ولا في دم، لان ربنا حب الانسان. وعلشان كده زي ما بنقولنا دلوقتي قد ايه الانسان لازم يغفر لاخوه الانسان. امين. مش بس 7 مرات في 70 مره في اليوم ولا حاجه، لا ده بيقول كما سامحكم الله. يعني شوف ربنا سامحك بذنوب قد ايه، وسامحني انا بخطايا قد ايه، لازم احنا كمان نسامح بعضينا البعض. بشكرك على المداخله الحلوه ديت، وربنا يزيد محبتنا لبعضينا ويرجع السلام لمصر والمحبه اللي بيننا تزيد. واتمنى من ربنا ان كل الهدوء والسلام يرجع للجيش والشعب والشرطه، ونكون كلنا نعيش في سلام مع بعضينا. امين امين امين. احبائنا المسلمين فعلا نفسهم يعرفوا ايه الغريب اللي فينا. أيوة. ده حتى دلوقتي في اخ اسمه محمد من المغرب بيتصل. اهلا وسهلا اخ محمد. السلام عليكم. مرحبا. اهلا بيك. سلام ونعمه. اهلا بيك. الحمد لله. اتمنى لمصر ام العرب، مصر ام العرب، ربنا يباركك. وصحيح الحمد لله انا عندي اصدقاء مسيحيين وعندي مصريين مسلمين والحمد لله. نشكر ربنا. انا المغاربه نحب مصر، مصر قوه العرب، مصر ام العرب. عارف انت لو شفت في الخريطه هتلاقي مصر هي في النص، في قلب العرب بالظبط، في نص الشرق الاوسط كله، النص قلبها. مش بقول كده عشان انا مصري، انا بقول لك الحق يعني. اللي بنتمناه لمصر برضه بنتمناه لسوريا في الايام دي بالظبط، ان ربنا يعني تحقن الدماء، وكفايه الدماء اللي سالت في سوريا والعراق، يعود بالسلام لكل الشرق الاوسط. امين يا رب. امين. من خلال البرنامج والموضوع بتاعنا ومداخلاتكم الحلوه دي كلها، احنا كلنا اخوات، ونصلي ربنا يجيب سلام لمصر وسوريا والشرق الاوسط في الايام اللي جايه. امين امين. لجميع المسلمين والمسيحيين في أمين الشرق الاوسط. يا رب. ربنا يباركك وشكرا على مداخلتك اخونا محمد من المغرب. فعلا يعني بص ربنا بيعمل ايه؟ يمكن حاجه تانية بقى. قصد الموضوع ان احنا امين. معانا اخونا فايق من مونتريال. اهلا وسهلا. مرنم الكنيسه الحلو. اهلا بيك. اخونا فايق اهلا وسهلا بيك. كل سنة وانتم طيبين بعيد النيروبي. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يباركك. ولصديقك الاستاذ وجيه اللطيف الكلام الحلو ده. اشكرك يا حبيبي. ربنا يبارك. اشكرك. احب اقول المكالمتين اللي قبلية من الاثنين محمود على المحبة ومحمد برضك. يا لو في محبة ده تحرك الحيطة يا عالم. لو في محبة بين الناس عمرنا ما هيكون بيننا خصومات ابدا ابدا ابدا. عشان كده دايما بنقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. امين. وده حاجه حلوه قوي. زي ما قلت يا دكتور يوحنا، في كنايس كتير اتحرقت واحنا قدمناها قربان للسماء، لانه الكنايس والحيطان والطوب والخشب ده عباره عن ايه؟ عباره عن 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 حاجات رمزيه، انما الكنيسه هي جماعه كل المؤمنين. كل المؤمنين او جماعه المؤمنين، فما نبصش الحكايه دي. قبل ما اقول الترنيمه بتاعت اللي هقولها معاك وانت عارفها كويس قوي،
هقول بس كلمتين من قريتهم ليهم معاني كبيره جدا. اتفضل. بيقول لك مقياس الرقي طريقتك في معاملتك في معامله خصومك. اعمل الخير لاصدقائك يحبونك، واعمل الخير لاعدائك يصبحون اصدقائك. فقر العاقل خير من ثراء الاحمق. الخمسون شيخوخة الشباب ولكنها شباب الشيخوخة. ما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه عن أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة. الصدق من صنع الله والكذب من صنع الإنسان. أمين. كلمات البسيطة دي بتعزي جامد قوي لما الواحد يكتب يبص لنفسه. طب هل المقولة دي موجودة فين؟ أو الكلمات دي أنا قريتها تحت حكمة. نسيت واحدة منهم جميلة جدا 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 في مجلة من مجلات اللي بتقول المرأة الجميلة تسر العين أما الفاضلة فتسر القلب. طب أنا عايز أقول لك حاجة، كل الكلام ده موجود في الكتاب المقدس يا أخ فايق. يعني الناس اللي بيقولوا إن ده حكمة وبيقولوا إن دي كلمات حلوة ولذيذة، الرب قال لنا الكلام ده من الأول. طبعا لأن حتى أنت لسه بتقول دلوقتي مرأة فاضلة أفضل من القلق، ما دي موجودة. سمانها يفوق الله. سليمان حكيم. أيوة. بالظبط، يعني دي موجودة عندنا، مش موجودة في حتة بعيدة. فأي إنسان من عايز حكمة، اللي عايز حكمة ينظر إلى الرب. الرب يقدر يدي حكمة طبعا، ويدي نعمة ويدي علم. عارف ليه يا أخي فايق؟ يعني أيوة. ما احنا بنتكلم النهاردة عن الغفران. الناس اللي أيوة. ماتوا في وشهداء العهد القديم أو شهداء المسيحية، بداية المسيحية، اللي هو شهداء التاريخ المسيحي، أهلهم كان ممكن ياخدوا بطارهم، كان ممكن يعملوا ثورة، كان ممكن يموتوا، كان ممكن يدمروا، لكن طبعا غفروا. لأن غفروا زي ما أبونا السماوي علمنا، زي طبعاً. ما يسوع المسيح ادانا في الرسالة الواضحة إن أردتم أن يغفر ليغفر لكم اغفروا أنتم للناس أيضا. هي دي الرسالة اللي الناس دي كانت بتعملها، هو ده المثل والقدوة اللي كانوا ماشيين عليها. عشان كده الناس مستعجبة، عشان كده أخونا محمد ومحمود وأحمد وأي حد بيشوف مسيحيين اللي في مصر واللي في سوريا بيتقطعوا وبيتبهدلوا وبيموتوا وبيتحرق بيوتهم وبيتسرقوا وبيتخطفوا وي 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 وكل ده، والناس مسامحة مسالمة. ده مش ضعف، ده اتباع لكلام الحق، لكلام طبعاً. ملك الملوك ورب الأرباب. طبعا اخر حاجه اقولها قبل الترنيمه، الوداعة لا تتنافى مع الشجاعه. طب اخي فايق، ولكن ايوه اخي فايق معلش استسمحك، خليك معانا على الخط لان معانا مكالمه من البحيره من مصر من اخونا محمد. محمد ولا محمود اللي من البحيره؟ الاخ محمود اللي من البحيره اتكلم. يمكن اتفضل اخي محمود. اخي محمود من البحيره. ايوه اتفضل. انت معايا على الهواء، رجعت تاني، اهلا بيك. اول انتوا بعيد، اولا كل سنه وانتم طيبين الاول على العيد. انت طيب. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين الاول، عشان والله ما كنت اعرف. لا ولا يهمك. وفي وانت طيب معلومه صغيره عايز اوصلها لحضرتك. اتفضل. في معلومه صغيره اوصلها لحضرتك. اتفضل. ان كل مسلم برضه زي ما في كل مسيحي ملتزم بدينه، اي مسلم ملتزم بدينه وبالشريعه وبالنبي اللي بينتمي اليه عمره ما يضر حد على وجه الدين. اتمنى. ماشي، دي واحده حضرتك. اتمنى. جاي انتوا في الايام اللي عدت ديت الضرر اللي جه للمسيحيين، ماشي، في ايه عندنا او حديث بيقول عندنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دي ايه، بقول لك دي ايه مش حديث. ماشي حضرتك. ديت دي آية، البابا سنودا هو اللي طبق الآية دي، مش المسلمين هم اللي طبقوها. يعني هو قال احنا قدمنا أرواحنا وكنائس قربان لهذه طبعا طبعا، ده الأنبا تاودروس قال الكلام ده، وده كلام حكمة من الروح القدس. اتبقت المسلمين اللي هم بيضروا وبيأذوا في إخواننا وإخواتنا المسيحيين، اللي المفروض ان احنا المفروض ان الوطن لله والدين للجميع، احنا عايشين في وطن واحد، نبقوا احنا قلبنا على الوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، اعدلها بس.
الدين لله والوطن للجميع. معلش لا 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 يا حبيبي اتفضل تحت امرك. فاللي ماشي على دينه صح اذا كان مسيحي او مسلم ما يضرش، يعني لو نمله ماشي على الارض وهي اضعف حشره على وجه الارض. صدقني يا اخي محمود انا عايز اقول لك حاجه، في ناس من بلاد زي اليابان والصين والهند والحتت دي لا يدينون بشيء، تلاقيهم بيعبد النملة، بيعبد الشجرة، بيعبد النخلة، بيعبد مش عارف ايه، الشمس والقمر والصرصار، انا شفت حاجات غريبة يعني، لكن بيؤمنوا بالإنسانية. أي إنسان يؤمن بالإنسانية يتعامل مع أخيه الإنسان بطريقة سامية. ليه؟ لأنه بيحترم إنسانيته. فالتعاملات الإنسانية مفيدة في العلاقات الإنسانية بين الناس، وده اللي احنا بنطالبه لمصر وبنطالبه لأي حد. لكن احنا عندنا ده موجود دستور في الكتاب المقدس بتاعنا، لأن الكتاب المقدس بتاعنا ده موحى به فعلا من الله، لأنه مكتوب بالروح القدس. ربنا ادى لناس قديسين مؤمنين أتقياء فعلا وبيحبوه، ادالهم إرشاد إن هم يكتبوا الكلام اللي هو قايلهم عليه. خدت بالك؟ فده دستور سماوي. اللي كتبوا حتى الأناجيل أو إنجيل متى أو مثلا يوحنا أو مرقس أو لوقا، البشائر الأربعة دي كانوا بيكتبوا اللي كانوا بيشوفوه ويسمعوه من الرب يسوع. فالرب يسوع لما قال إذا أردتم أن تغفروا للناس يغفر لكم زلاتكم اغفروا أنتم أيضا، يعني ما قالش حاجة غريبة. الرب يسوع بيعلمنا السمو في التعامل، فطالما السمو في التعامل ده هيوصلنا للأبدية السليمة، هتلاقي أي إنسان مسيحي بيقبل هذا الكلام وبينفذه. لكن لو أي إنسان مسيحي، وأنا بقولها هو على الهوى والعالم كله سمعني، لو أي إنسان مسيحي لا يطبق هذه التعاليم فنحط على مسيحيته علامة استفهام كبيرة جدا، لأنه لا يطبق كلام الرب يسوع. أمين. ربنا يباركك يا أخ محمود، ونتمنى أن السلام يعم في العالم كله، لأن إحنا إلهنا هو إله السلام، مش كده ولا يا أخ؟ أمين أمين يا رب. الرب يسوع عايز أفكرك بحاجة أو أقول لك حاجة، وابحث عنها ودور عنها. يسوع المسيح أو عيسى ابن مريم حسب كلامك، لما جه يقعد مع التلاميذ قال لهم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ليه؟ لأن سلام المسيح ده يفوق كل عقل. فشوف إحنا بقى السلام عندنا شكله إيه. فبنتمنى إحنا كمسيحيين إن السلام يعم في العالم كله. آمين يا رب. لأن إله السلام يعطي السلام لمن يطلب السلام. ربنا يبارك حياتك أخونا محمود، شكرا على اتصالك. نرجع تاني لأخونا فايق عشان الترنيمة. وأكيد أكيد أكيد أخي فايق حبيبي أخي فايق. الأستاذ محمود قال كلام حلو قوي قوي قوي. آخر حتة من اللي كنت بقولها قبل ما أخش في الترتيلة الجميلة اللي عارفها، اللي بتقول الوداعة لا تتنافى مع الشجاعة، ولكن الشجاعة لا تعني العنف وإيذاء الآخرين. نعم. ربنا يدينا دايما نعمة واحنا بنتكلم على العالم ان احنا ما نضايقش حد. بس دلوقتي هنبص لكنيسنا اللي طلعت كقضبان وبخور للسماء، وعايزين نقول الترنيمة الجميلة اللي انت عارفها، ويا ريت تقول معايا القرار اللي بتقول نوري نوري يا كنيسة المسيح. طبعا عشان عيد النوروز. طبعا طبعا. نوري
كنيسة المسيح نواري 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 بعيد شهدائك عيد شهدائك إلى أبرار القديسين نواري 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 يا كنيستك في المسيح نواري 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 في النيروز في النيروز ذكرى الشهداء القديسين 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 يلا نواري نواري يا كنيسة المسيح نواري 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 والدم سالما سال أنهار دم الشهداء دم الأبرار دم الأطهار دم الأطهار نواري نواري يا كنيسة المسيح نواري 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 قديسين الشهداء لبسوا التيجان والأكاليل الأكاليل الأكاليل نواري نواري يا كنيسة المسيح نواري 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 يا رب احفظ لينا إيماننا واحفظ بطركنا نواري 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 يا كنيسة المسيح نواري 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 يا رب اجعل دايما كنيسك منورة امين حلوك قربان لي بس اجعلها دايما منورة يا رب واحفظ كل العالم في سلام مع بعض يحبوا بعض شكرا أمين. لكم امين ربنا يباركك اخي فايق فعلا كنيسة الشهداء امين وانتم نور العالم أمين. انتم ملح الارض فوجود الكنيسة في العالم عشان تنور يعني أنا عايز أشاركك بحاجة يمكن الظروف اللي بيمر بها العالم دلوقتي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والناس اللي بتسيب ولادها والناس اللي بتسيب بيوتها والناس اللي بتبيع نفسها للشيطان وبتبيع أقرب الناس ليها لإبليس وتعاملاته كل ده والمبيقات اللي موجودة في العالم كله الرب ممكن يدمر البشرية باللي بيحصل ده بصراحة يعني أنا لو مكانه أعمل كده لكن محبة الله غير محبة بشر. الله في ركب ساجدة في ركب ساجدة وفي قديسين موجودين في العالم كله بيصلوا من أجل ده اللي احنا بنقوله استمرار السلام في العالم يعني إزاي هننور وإحنا مش قادرين نغفر ونسامح لبعض بالظبط يعني هسأل حضرتك سؤال اتفضل أنا غلطت فيك
المفروض أنا أروح أعتذر لك، صح؟ ده المفروض، المفروض بالفكر الأرضي. آه طيب، إيه رأيك إن الفكر الكتابي بتاعنا بيقول، نصلح بس الكلمة، مش فكر كتابي، فكر السماوي، السماوي الكتاب اللي مكتوب في كتابنا المقدس المبدأ. يعني هل المغلوط في حقه هو اللي يروح يعتذر للغلطان، ولا الغلطان هو اللي يروح يعتذر للمغلوط في حقه؟ بفكر الأرض آه. الغلطان هو اللي يروح يعتذر للي اتغلط فيه المفروض، لكن بفكر بفكر السماء بقى الاختلاف. ده عشان كده، عشان ننور لازم نغفر. وهنشوف الحتتين دول موجودين في انجيل متى. في انجيل متى اصحاح 5، تعال نشوف كده مع بعض انا وانت. اتفضل. انجيل متى في اصحاح 5 بيقول: فان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح، مش من على المذبح، قدام المذبح، واذهب اولا اصطلح مع اخيك. يعني انت قبل ما تصلي افتكرت حاجه لاخوك انت زعلته فيها، انت الغلطان، سيب قربانك وروح اصطلح الاول. وخلي بالك ان هنا مع اخوك متى بيكلم اليهود، فبيكلمهم أيوه. بلغتهم ايوه، لان كان الذبائح دي مهمه قوي، ان الواحد لازم يروح يقدم قربان وذبيحة سلامة وذبيحة مغفرة وذبيحة خطية، واخد بالك، ذبائح كتير. فأنا بيكلمهم بيقولهم ان انت رايح تقدم الذبيحة بتاعتك سيبها وروح اصطلح مع اخوك. بالظبط. اللي انت غلطت فيه ولا اللي هو غلط فيه؟ اللي هو غلط فيه. طيب شوف بقى في متى 18 اللي كنا بنقرا فيه دلوقتي وعدد 15. متى 18 وعدد 15 بيقول ايه؟ وان اخطأ اليك اخوك. يعني اخوك غلط فيك اهو، مين اللي يروح للتاني؟ هو المفروض بفكر الارض. قال لك فاذهب انت. طب ده غلط في حقي، ده سلبني كرامتي، ده هو الغلطان فيا. لكن يقول لك ايه؟ وان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه. ليه؟ هو ده المبدأ المسيحي، هي دي حياة المسيحية. غلط فيك روح، مغلوط في حقك روح، علشان تتصافى القلوب. ويعني النهاردة لما انت تيجي تصالح عيلتين متخاصمين او اتنين متخاصمين، قبل ما تسمع الحكاية والقصة والمشكلة تقول له انت هتروح تعتذر له، بغض النظر هو كان غلطان او كان مغلوط في حقه، لان ده المبدأ المسيحي، ده الحياة المسيحية المفروض نعيشها، ان احنا نغفر لبعضينا ونسامح لبعضينا. واعتقد ان ده مبدا يعني العقل ما يقبلوش. ايوه طبعا، هو صعب بعقل. هو صعب واحد يقول لي انا يعني اروح اقول له متاسف ازاي، اروح اقول له انا ما غلطش فيا، ده انا اللي اتغلط فيا. عارف يا اخي يوحنا، احسن كلمه في الوجود كلمه اخطات، قالها داود النبي، قال له اليك وحدك ايه أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. مش عيب أقول أنا غلطان. الابن الضال قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك. أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراء. شوف كان بيتمنى يبقى خدام حتى في بيت أبوه تاني، لكن الرد كان إيه؟ لكن السماح والمحبة بتاعت أبوه. ما تكملش محبه. ما تكملش الكلام، وقع على عنقه وعمل إيه؟ تعالوا ده احنا ده فرح النهارده، ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. كلمه اخطات احلى كلمه تقولها، حتى لو انت مش غلطان، سامحني احنا متاسفين، ده احنا اخوات. ودي الخطوه اللي بعد كده هنتكلم فيها، هل يعني في ناس نماذج عندنا في العهد القديم او الجديد في الكتاب يورونا ازاي سامحوا بعض؟ مهم قوي ان احنا نعرف ده علشان نتعزى ونفهم ونتعلم من سير الناس دي. عارف انا عايز اقول لك حاجه يا اخواجي، يعني يمكن احبائنا المشاهدين ما ياخدوش بالهم منها، ان الرب يسوع المسيح لما جه عشان يعلمنا، الفكر الارضي اللي كان موجود في العهد القديم، يعني فكر قضاء وفكر مقاصه وفكر كان عدل الله باين فيه، لكن المسيح لما جه رحمة الله بانت.
فالعدل والرحمة التقيا في يسوع المسيح. أيوه. عشان كده هو جاء رفعنا. تخيل انت لما تبقى انت اتغلط فيك، واحد غلط فيك، المفروض انه يجي يعتذر لك. لا، السمو في التعامل ان انت اللي اتغلط فيك تروح تعتذر او تعاتب اخوك بمحبة علشان تكسبه يشوف فيك حاجة غريبة. عشان كده لازم نبقى احنا مختلفين عن العالم، الناس تشوف فينا يسوع المسيح. يسوع المسيح ليه كل المجد. قال كلمة مهمة قوي بعد ما بسقوا في وشه وتفوا عليه وضربوه هنوه، و زي ما بيقولوا كده بالبلدي مسحوا بيه كل أورشليم، يعني غلطوا فيه. لقالهم حاجة واحدة يلتمس لهم فيها العذر، انهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ايوه، قال لهم اغفر لهم يا ابتاء فهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حاجة واحدة وهو اللي مغلوط فيه. بس يقول لك لا، انا جاي علشان ادي للناس المحبة وادي لهم السلام، ان انا اله السلام. قبل ما نخش في الموضوع معانا مكالمة من مصر، من اسيوط، من اخ جون. اخ جون من اسيوط، اهلا بيك اخ جون. الو، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. اهلا بيك، اتفضل، انت معايا على الهواء. انا اتصلت من جامعه اسبوع عشان اتكلم القسيس اليكس. كان عايز يكلم القسيس اليكس. القسيس اليكس امبارح المره اللي الاسبوع اللي فات كان معايا. ايوه. طيب احنا ممكن نوصل له اي رساله لو تحب. اذا ممكن تعطيك تصلي من اجل، يعني الشيطان بيحاربني. امين. امين يا اخ جون. حاضر حاضر، هنرفع صلاه من اجلك. حاضر. طيب ربنا يباركك يا اخ جون، شكرا على اتصالك. نرجع لموضوعنا، وفي الاخر لازم نصلي الاخ جون ده. آمين. مهم جدا. آمين. لان طالب صلاه، وانا هبلغ الاسيس اليكس بيه عشان الشيطان بيحاربه، محاربات ابليس شغاله. ابو الاخ جون معانا لسه على الخط؟ ايوه، كنت عايزك اقول لدكتور على حاجه بس جالي اصل معاه. ايوه اتفضل. ايوه معاك يا دكتور. اتفضل. انت بتقول الشيطان بيحاربك؟ خط قطع. ما هو ابليس. ابليس عارف اللي هيحصل. طيب حاول تتصل تاني، واول ما يتصل يا حبايب في الكنترول، اول ما يتصل اخ جون من اسيوط دخلوه على طول، وعلشان الخط ما يقطعش منه. انا عارف ان الاتصالات بالنسبه لمصر بعيده قوي، لكن واثقين ان الهنا حي بيقرب المسافات كلها. صحيح، الكتاب بيقول عن ابليس انه قتال منذ البدء. يعني احنا محاربتنا مش مع اشخاص، مش مع دم ولحم، احنا محاربتنا مع الروح الشريره، مع ارواح الشر الروحيه في السماويات، وهو اللي بيبس الفكر الشرير في الناس. لكن بنصلي ان ربنا يدينا النصرة، لانه هزم الشيطان. امين. واحنا كمان لازم ندوس على الشيطان زي ما ادانا الله ان احنا ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. وكل قوة العدو. امين. 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 نرجع للامثلة اللي موجودة اللي احنا بنتعزى من خلالها في الكتاب المقدس بتاعنا من القديسين والناس اللي كانوا موجودين في العهد القديم وفي العهد الجديد، وما فعلوه عن موضوعنا النهاردة. أمين. الغفران والتسامح. في أمثلة الحقيقة بشوف كتير، يعني الأباء القديسين في العهد القديم. وإزاي ربنا يعني حط في قلوبهم إزاي يسامحوا بعض. فمثلا ابتديت من أول سفر التكوين كده، تلاقي إبراهيم، أبونا إبراهيم في أصحاح 13، ولو من عدد 7 نشوف بيقول لك: فحدث مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. حصل خناقة بين الرعاة مع بعض. فراح جه لوط لإبراهيم ويقول له إيه بقى؟ فقال إبرام للوط: إيه يا عم إبرام، هنتخانق ليه مع بعض؟ شوية رعاة ومواشي وغنم وأرض في تكوين 13. قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك. ده أنت ابن أخوي، ده أنت حبيبي، ده أنت ابني. لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن إخوان. أليست كل الأرض أمامك؟
اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. مش هنخسر بعض يا لوط. راح لوط، راح للأردن، خد في الأردن، لكن ربنا برضو أكرم إبرام وقال لك وسكن في أرض كنعان، وسكن لوط في أرض مدن الدائرة. وده يورينا أن ربنا حتى كافئ إبراهيم بعد كده، قال له يا إبراهيم ارفع عينك ومد عينك وشوف الأرض اللي انت عايزها. اللي عايز أقوله أن إبراهيم سامح، ما تكونش مخاصمة بينه وبينك عشان شوية أرض وميراث ونتخانق مع بعض علشان ده، احنا أخوات، ده احنا هنسيب الأرض واللي فيها. عشان كده كانوا حتى بيعيشوا في خيام، يشيل الوتد بتاع الخيمة يتنقل في مكان تاني. إبراهيم لما ماتت سارة ما كانش حيلته قبر يدفن بنته مراته، راح خد قبر مستعار. فيوري لك مدى قد إيه التسامح بين الإخوات، وده اللي احنا بنقوله بنتكلم عنه النهاردة، الغفران الأخوي، إن ما تكونش مخاصمة بين الناس وبعضيها. أمين أمين. نكمل مع بعض بس معانا الأخ أحمد من مصر. أهلا وسهلا أخ أحمد. أخ أحمد من مصر، يا أخ أحمد، مش عارف الأخ أحمد، أخ أحمد من مصر، أخ أحمد. ألو. أيوة تفضل حضرتك معايا على الهواء. أخ أيوة أحمد بيك. أهلا بيك. أنا بحيي ضيفك. أهلا بيك. أهلا بيك وبحييك، ربنا يخليك. أنا فيها طلب عندك. تفضل سيادتك، عايزة تطلبني ضروري. عايزة تطلبك ضروري؟ سيبنمرتك في الكنترول. طيب سيب نمرتك في الكنترول وانا هكلمك على طول. حاضر. بعد البرنامج يا دكتور. حاضر تحت امرك يا اخ احمد. ضروري 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 درجاء يعني. حاضر في الكنترول، يا ريت الكنترول، سيب نمرته في الكنترول وسيب نمرتك في الكنترول وادوني النمره بعد الحلقه على طول. تحت امرك يا اخ احمد. اي سؤال تاني، اي طلبه تانيه؟ طيب معنا اخونا جوزيف. اهلا وسهلا اخ جوزيف. مساء الخير. مساء النور اخ جوزيف، اهلا بيك. يعني بركه المسيح تكون وسطيكم. امين. وبالفعل على طول من مجد الى مجد. وانا على طول عم بالحلقه الماضيه تبع يعني الاخ أليكس حنا كمان حطيتها شير مرتين ثلاثه بالفيسبوك. أمين. لانه عجبت بها وبحب اقول لكل المشاهدين انه يشاركوا معنا وحيشوفوا اسمه يعني صوتهم بالفيسبوك، والله يعطيكم بركه. امين. وبالفعل انا تشكرت يسوع المسيح على الصلاه اللي عملوا لنا اياها الاسبوع الماضي على معلوله، والمعلوله بهالاسبوع حصل حاجات كثير كبيره. أمين. يعني صالح. دخل الجيش. ايوه ايوه اخ جوزيف انت معايا، نشكر ربنا. أيوة. من اجل الصلاه. يعني على طول نحن لازم نشكر ربنا، نكون شاكرين في كل لحظه. وعند الحاجه انه على الاخوات المصريين اللي عم بيحرقوا الكنائس هم عايشين بالظلمه. نعم. بقى لازم مثل ما تفضل اخ اللي معاك انه نذهب ونعاتبهم. اخ وجيه. سلام ونعم يا اخونا وجيه. اهلا بيك يا حبيبي، شكرا. يعني عملوا حاجه ما لازم نسكت لهم، بس نعاتبهم ونقول لهم إذا عندكم حاجة في بروبلم في مشكلة تعالوا نحلها سوا، مو نروح ناخذ نحرق الكنائس المقدسة. لأنه بيسوع المسيح بيقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 13، ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. لازم نكون نحن أبناء النور. وفي كمان نفس الشيء بعدد 44، فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. نعم. والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن به لا يمكث في الظلمة. هي أهم شيء الظلمة، اللي عم الإخوان اللي عم يدفعوا لهم فلوس وهذا مشان يحرقوا ويعملوا كذا. تعال إذا عايز حاجة، عايز مشكلة، تعال نتكلم. عرفت علي؟ مش إنه تروح يدفعوا له فلوس يقول حاجاته، لأنه حرام هذا ما يسواش.
وانا واثق انه الاخوه المسلمين الاصحاء حيعمروا الاف الكنائس بالمقابل. يعني ما حدش يزعل لانه الله حيعود السنين العجاف وبيعملها سنين اللي كانها الجراد. هذا هو يعني. والصبر له حدود يعني، بس الله شايف يعني كل شيء حاجه. وصلوا احنا صبرنا ملوش حدود بصراحه، اقول لك بصراحه اي انسان مسيحي صبره ملوش حدود. ربنا يدينا صبر المسيح، احنا فينا المسيح والمسيح صبر الى المنتهى. هو يعني المنتهى، وبعد الصبر فيه كمان فرج يعني، مو انه امين امين طبعا. الحدود بيجينا الفرج من عند الرب، بس نحن مخاف عليهم لانه هم عايشين بالظلمه. يعني انت تروح على مكان زي مصح للعيانين تروح تحرقه وتخربه وعقار، لانه هم عايشين بالظلمه. يعني زي ما راحوا على معلوله مقام عجائبي، العالم بتروح يعني بتلقي هما على الروح القدس ليشفيهم، عم يروحوا يخربوا المقامات وكذا. يعني هم عايشين بالظلمه، يعني مش موضوع حاجه. لو في حاجه سمح مثلا بكده علشان يكشف الناس دول ويعرف الناس الاخرين مين دول. ما هذا هو يعني احنا بنشكر ربنا في كل وقت، يعني انا اشكره كل حين على طول. هو الرب بيتدخل ويعني الانسان بينتصر امين مع الرب. يعني احنا نكونوا مع الباري تعالى ولا تبالوا يعني. والله يبارككم. ربنا يباركك اخ جوزيف، شكرا على اتصالك. نرجع لموضوعنا ونشوف الناس الاخر. يعني ابراهيم ابن ابراهيم مين؟ اسحاق. اسحاق اسحاق ربنا باركه واداله 100 ضعف، وكان بيزرع الفلسطينيين كانوا متغاظين، فكان كل حسدوه. بيقول لك في تكوين اصحاح 26 وعدد 13 كده، او بيقول لك وزرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنه 100 ضعف وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، بغني خالص. بيقول بعد كده حسدوه الفلسطينيين، وجميع الابار التي حفرها عبيد ابيه كانوا بيحفروا بير عشان يجيبوا ميه. يقول لك جميع الابار اللي حفرها عبيد ابيه ابراهيم ايام ابراهيم طماها الفلسطينيون وملأوها تراب. كل ما يحفر بير يروحوا يجيبوا تراب ويعملوا ايه؟ ويردموه. غيظ بقى، متغاظين. طيب اسحاق يعمل ايه مع الناس دي؟ ولا حاجه. راح نبش الابار وفتحها تاني. قال لك حفروا بير. يقول لك شوف بص، حفر عبيد اسحاق في الوادي في عدد 19 و20 فوجد هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين لنا الماء. يعني هناخد المية زي ما بيقول لك جزية بالعافية بزوها، هناخد فلوس هناخد المية غصب عن عينك، اموالك وفلوسك. شوف اسحاق يعمل ايه بقى. قال لك راح دعا اسم البير عسق. كلمة عسق يعني نزاع. قال لهم البير ده هيسبب لنا نزاع ليه؟ ردموه زي بعضه، تعالوا نحفر بير تاني. راحوا حفروا بير تاني واتخاصموا عليها برضو، اتخاصموا. راح سماها سنطة يعني خصام، يعني في نزاع. البير ده نزاع والبير ده خصام. طيب وبعدين واخرتها يحفر بير تالت بقى، لكن الرب بيقول له ايه؟ البير التالت ده محدش هيتخاصم عليه، اسمه راحبوت. الرب ارحب، ادالهم خير وفيض لما ايه؟ لما سامح. لو انت مش هتسامح وتفضل في النزاع والخصام، ثق ربنا مش هيباركك ولا هيديلك. لازم تغفر زي ما قلنا، علشان ربنا غفر لنا بكتير. وليأكد ان هو استقر في المنطقة دي، اللي كان علامة الاستقرار في العهد القديم انه يقام مذبح للرب في المكان. صح، قال له لا تخف وانا اكسر نسلك كرمل البحر. امين امين امين. الهنا بيعمل حاجات طبعا يعني جامده جدا. ادي ابراهيم يعني. وادي اسحاق. طب نشوف حد تاني. نشوف بعد اسحاق نشوف مين؟ يعقوب الذي تعقب اخاه. يعقوب مثل حلو خالص للتسامح، هو وعيسو. تعال نشوف في تكوين 37 ايه اللي حصل.
كان في خصام طبعا بين يعقوب وبين عيسو. لو تقرا في 37 وفي تكوين 47 كله كان في يعني نزاع وخصام، وراح عند خاله لبان يعقوب وخايف. سبعة وعشرين. كلمات حلوة بيسجلها الوحي لينا عن عيسو. هو طبعا كان زعلان، أخذ بكوريته يعقوب بالخداع وخد منه البركة، لدرجة أنه بيقول كده في أصحاح 27 وعدد 34: فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا أبويا؟ إزاي تدي البكورية وإزاي تدي البركة لأخويا؟ زعل وكان صراخه مر. علما ان هو باع البكوريه بطبق عدس. طبق عدس. يعني هو اللي بدا. انه قبل انه يبيع البكوريه بطبق عدس. فيعقوب عمل ايه؟ ضحك عليه. وسرق البركه كمان. شوف بقى اللي حصل، كان عنده حقد. قال فاقوم، عدد 41: فحقد عيسو على يعقوب. وبعدها يقول: فاقتل يعقوب اخي. وبعدين يقول: اخويا الهربان دوت انا ساخط عليه وغاضب عليه. وراح عم يعقوب زي ما احنا عارفين القصه ايه اللي حصل، خد هدايا وراح بعتها له، وخايف من المقابله اللي كانت هتحصل بينه وبين اخوه عيسو. لكن الحاجه الحلوه ان تقرا في الاصحاح اللي بعد كده، اصحاح 29 من سفر التكوين، آسف 46، بيقول لك المقابلة اللي حصلت بينهم إيه اللي حصل؟ قال لك: وقع عيسو على عنقه وقبله وبكيا. وهم الاتنين راحوا بكوا مع بعض واصطلحوا مع بعض. إيه اللي حصل؟ وعدد 45: ثم وقع على عنق أخوه وسامحه. نعرف ايه من كده؟ ان عيسو اول ما شاف اخوه نسي كل حاجة. ده اخويا، ياما عرفت حوادث وحصلت وسط عائلات، بيبقى الاب مثلا على سرير المرض ويجوا اتنين اخوات متخاصمين، لكن قدام سرير المرض والدهم بيحصل ايه؟ بيتعانقوا ويتصالحوا. وهي دي الروح اللي الرب عايزها مننا. طب تخيل ان في ناس في هذه الايام، ويعني ربنا مباركهم، ولكن يجوا عند النقطه دي ويرفضوا ويجحدوا المصالحه بينهم وبين اهاليهم، بينهم وبين اخواتهم، بينهم وبين ابويهم، الاباء والامهات، وتلاقي غل وضغينة وكره وعدم مصالحة وعدم رضا وعدم تفتكر ربنا ممكن يعمل ايه في الناس دي؟ ربنا مش ممكن يغفر للناس مش قادرة تغفر، عشان كلمته واضحة في واضح. الموضوع ده عايز نغفر لك ان وضعته، ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. اروح اقول يا رب ابانا الذي، ابانا ايه؟ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، فين اللي غفرت له؟ انت هتكذب، الله لا يشمخ عليه. الناس بتقول الصلاه الربانيه هم مش عارفين الكلام اللي هم بيقولوه، تكرار، ولكن المضمون مش مقتنع بيه. يعني هم مش منفذينه، مش منفذينه. ودي مشكله كبيره. مشكله كبيره بتقابلنا في الوقت الحاضر دلوقتي. عشان كده دي علامات نهايه الايام. صحيح، ان الناس بترفض النعمة وبترفض التعامل مع الأهل وبترفض إنها ترحم الآخرين وتغفر للآخرين. طب ربنا هيغفر لك إزاي طالما أنت ما بتغفرش لأهلك؟ صحيح. طالما ما بتغفرش لأخوك، ما بتغفرش لأقرب الناس ليك، يبقى هتغفر للغريب؟ ده أنت ما بتغفرش لأقرب الناس ليك، يبقى ربنا هيغفر لك. راجع نفسك قبل ما يفوت الأوان وتقول يا ريت اللي جرى مكان. امين امين. شفنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وعيسو، ابن يعقوب يوسف، يوسف
أعظم مثل رائع للتسامح. يوسف الشاب الحلو دوت أبوه قال له خد شوية أكل وروح زور أخواتك في شكيم وهم بيرعوا غنم هناك. راح مشي على رجليه، بيقول لك المسافة كبيرة بتاع 70 كيلو ولا 80 كيلو، وراح شكيم ما لقاش أخواته في المشوار. ممكن يرجع لعلمك سأل لقى واحد في الحقل ممكن يرجع بس هو سأل مصمم يروح لأخواته جعانين شغال كده. فقال له دول أخواتك كانوا هنا ومشوا، يعني أمشي قديت أنا؟ قال له بتاع 10 كيلو تاني. راح ساب شكيم وراح ماشي. أول ما شافوه أخواته حسدوه زي ما بيقول الكتاب. طبعا كان في كراهية، كان في حقد، إنه كان مميز، كان صاحب الأحلام، كان أبوه بيحبه. كل ده خدوه رموه في البير عاريا لأنه شالوا القميص منه، وقالوا نروح نقول لأبونا أسد ذئب افترسه يعني. وقعدوا ياكلوا الأكل اللي جايبينه، قعدوا ياكلوه على أنغام الصواد بتاع أخوه. باعوه للإسماعيليين، راح مصر، راح بيت فوتيفار اشتغل هناك. ربنا كان معاه لأنه كان راجل أمين، أبى أنه يعمل خطية. أمين. في بيت فوتيفار كيف أخطئ أمام الرب. راح حطوه في السجن. طيب كل ده انتم قصدتم بيه شر، لكن والشر ده ربنا قصد بيه خير. خير طبعا. طلع من السجن بعد ما فسر الأحلام، طبعا قصص معروفة أقراها كلها من 37 ل 46 لأصحاح 46. يطلع عارف ربنا يتمجد فيه ويبقى رئيس وزراء مصر، الرجل الثاني بعد الملك. ده عارف قعد كام سنة يا أخي يوحنا؟ حوالي 80 سنة رئيس وزراء لمصر. يمكن أعظم رئيس وزراء لمصر قعد له 10 سنين ماكسيمم إلا أكتر، كان نظيف والله عاطف عبيد ولا لكن ربنا كرمه. المهم حصلت مجاعة. شوف هيسامح إزاي إخواته. أبوهم بعت إخواته عشان يبتاعوا قمح من مصر، راحوا للوزير رئيس الوزراء، هو عارفهم. لما عارفهم وشافهم في حديث دار بينهم قال لك تحول عنهم وعمل إيه؟ وبكى إخواته. لكن بعد كده عارفين القصة، لما بعت لهم أخوه وروحه وأخوه مرة تانية وشافوا أبوه بعد كده هون بس غفر لهم. قال لهم إيه؟ لا تتأسفوا. يمكن قالوا له احنا متأسفين، قال لهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا. اوعى حد يقول فانا انا متأسف، خلاص انتهى، انتوا اخواتي، انا يوسف اخوكم، احي ابي بعد. طيب روحوا احملوا رسالة لابوكم قولوا له ان يوسف حي. بس قال لهم حاجة حلوة خالص خالص خالص، تلات كلمات، قال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. امين. الله، دول ماشيين رايحين، ركبهم مركبات فرعون واداهم قمح وقال لهم روحوا، قال لهم اوعوا تتخانقوا مع بعض، اوعوا تزعلوا مع بعض، لا تتغاضبوا في الطريق. عارف ليه؟ عشان انتوا من اب واحد، ابوكوا يعقوب، واحنا عيب علينا كمسيحيين نتخانق مع بعض للأسف، عشان احنا لينا اب واحد كده. نفضل نقول طيفتك وطيفتي وده خلونا نحب بعضينا. الايام الاخيره دي اللي عمل فيها البابا تدرس التجمع بين الطوائف ده واتحاد الكنائس ده، هي دي المحبه اللي عايزها المسيح بينا. سيبنا اعتقد زي ما انت عايز في اعتقاداتك، لكن يكون بينا المحبه. لا تتغاضبوا في الطريق لانكم من اب واحد هو يعقوب. لا تتغاضبوا في الطريق عشان انتوا اخوات، عيب لما نكون اخوات ونزعل مع بعض. صح، ده احنا يعني اخوات، وازاي اذا كنا اخوات مش هنحب بعض؟ ازاي هحبك وانت في السماء؟ صح صح. كمان انتوا راكبين مركبات فرعون، مركبات ملوكيه، ملكات عظيمه، الناس بتبص لكم. شوف اخوات يوسف راكبين مركبات فرعون، والناس النهارده بتبص لنا زي ما سمعنا من شويه، ايه المسيحيين دي؟ ايه دول بيتضربوا مش قادرين يردوا الضرب؟ اصل احنا اولاد ملك الملوك ورب الارباب، وعندنا المحبه، راكبين مركبات فرعونيه، احنا اصل ملوك وايه وكهنه. عيب يبقى منظرك ملك وكاهن وتغلط في اخوك، خلاص انا مسامح. انتوا من اب واحد، انتوا اخوات، انتوا راكبين مركبات فرعون،
ده انتوا واخدين رساله لابيكم، يعني انتوا رايحين تقولوا رساله عيب لما احنا نبقى سفراء عن المسيح، كان الله يعظ بنا وفي نفس الوقت نغلط في بعض وما نسامحش بعض. نعم. فكان يوسف مثل عظيم زي سيده ان هو سامح، وكمان قال لهم اوعوا تغلطوا في بعض وسامحوا بعض واغفروا لبعض. عارف اخي وجيه، انا كل ما بشوف المواقف اللي كانت بتحصل او بتحصل في الفتره في السنه اللي فاتت دي، ايوه، على بالذات في مصر، اه، اقول يا رب، كنت قاعد اسال ربنا كده، اقول يا رب انت بتعمل كده ليه؟ انت سمحت بده ليه؟ ايوه، ليه الضغوط دي على المسيحيين؟ ليه الضغوط دي على مصر؟ ليه الضغوط على سوريا؟ ليه التقطيع والناس اللي بتموت والناس اللي بتتهان والناس والسرقه والنهب والسلب والاغتصاب وكل الكلام ده والاهانات دي ليه يا رب؟ ولكن الاجابه كانت واضحه جدا، عشان انا عايز اوحدكم. أيوة. لان انتم تفرقتم. ايوه، الرب عايز يوحد. عارف كل المسيحيين بالظبط. احنا في يوم الخمسين لما كان الجميع بنفس ايه؟ واحدة. ايه اللي حصل؟ انسكب الروح القدس، وعظة واحدة جابت 3000 نفس. 3000 نفس النهاردة، 3000 عظة بتجيب نفس. ليه؟ عشان احنا مش بنفس واحدة. صح. لو بنفس واحدة وقلبنا على قلب بعض ونصلي لبعضينا البعض، نصلي لكل واحد مسلم مسيحي لكل البشرية، نصلي لبعض، نحب بعض، هو ده الدستور بتاعنا، هو ده كلام الكتاب، وده الكلام اللي عايزه ربنا، كما سامحكم الله في المسيح. خليكم شفوقين مع بعض، خليكم لطفاء مع بعض. يعني الكلمة اللي بتجرح بيها أخوك بلاش منها، الحاجة اللي تضايق أخوك بلاش. قال لي يكن كلامكم مملح، قال لك فاض قلبي بكلام إيه؟ كلام صالح. قول كلمة حلوة، قول كلمة طيبة. لو قلت لأخوك أنا آسف، ثق إن هو هيصفح وهينسى، وتتعانقوا من تاني وتبقوا في وحدة تاني مع بعضيكم. مهم قوي، مهم قوي إن الرب عايز يجمع أولاده تاني. صدقني خطة ربنا في حياتك وصية حلوة، حبوا بعضكم بعض. طبعا، لما قال حبوا بعضكم بعضا، قال لهم كان كما أحببتكم أنا، حب المنتهى. بالظبط، المحبة تستر كل العيوب. بالظبط، المحبة تغفر للآخر. خليك محب، لأن إذا ما كانش عندك محبة فأنت ولا حاجة. أيوه، لأن أيوه. الله محبة. شوف أنت بقى لما تاخد صفة البنوية، جينات المحبة اللي موجودة فيك دي نبعها الله، الله الخالق اللي اداك المحبة، لأن أيوه. هو نبع المحبة. أيوه، فما يديك الغفران لأن هو غفر وبيدي الغفران. بس لو انت متمسك ومتصلب برأيك ومش قادر تغفر لاخوك، اتحمل اللي جرى لك بقى، ما هو ربنا لا يغفر لك الا بتغفر لاخوك زلاتا. لان لو غفرت لاخوك زلاتا يغفر لك، لكن ما غفرتش طب ازاي بقى؟ صحيح، مقولة بيقولوها الناس دايما، يقول لك الله غفور رحيم. ربنا بيغفر واحنا عايشين، لكن بعد الموت مفيش رحمة، مفيش غفران، مفيش، خلاص اتقفل الباب، خلاص. انت ربنا عشان كده مديك فرصة انك تغفر لاخوك هنا، عشان ربنا غفر لنا فاحنا نغفر هنا في الارض واحنا عايشين، لان بعد الموت مفيش غفران من ربنا لاي حد. صح، خلاص اتقفل الباب، خلاص انتهى. تقدم حسابك. بالظبط بالظبط، امين. طيب في امثلة تانية اخوي؟ كتير كتير. مثلا نيجي نشوف داود النبي. داود كان مطارد من مين؟ من ابنه، من ابنه ومن شاول، من شاول الملك. شاول الملك ده قال لك في يوم انا ههلك بيد شاول. انا هموت، خلاص شاول هيموتنا في يوم. تصور راح زي في صمويل الاول هنا صح 23، راح هناك بص لقي شاول نايم، والحرس بتاعه نايم، والجنود اللي حواليه نايمين. قوم راح له بقى مسك المقص ولا حاجة، راح قطع حتة في الجلابية. مش قطع الجلابية، ده قطع الطرف بتاعها، طرف الجبة بتاعته، عشان بس يوريله هو انت كنت في ايدك كان ممكن اقطع رقبتك، لكن انا ما اقدرش امس مسيح الرب، خلاص انا مسامح، بس انا حبيت اعرفك. شفت علما بان حاجة ان روح الرب فرقت شاول. وروح الرب راح ذهب لمين؟ لداود. ايوه،
لان صموئيل النبي مسح داود بالظبط ده مسحه وهو طفل. الحاجه الحلوه تقراها في صموئيل الثاني والاصحاح الاول، ايه اللي حصل؟ طب مات شاول ومات يوناثان، يوناثان كان يحب داود قوي وحتى يمكن كان مرات يقول له كده اسرار وبتاع، وخلي بالك ابويا في الحته الفلانيه. يعني تبص تلاقي لما قعد يرثيه في اصحاح الاول وعدد 19، اقرا لنا كده يا اخي يوحنا في صموئيل الثاني الاصحاح الاول وعدد 19 بيرثي مين؟ شاول لما مات، الظبي يا اسرائيل، الظبي يا اسرائيل مقتول على شوامخك. كيف سقط الجبابرة؟ لا تخربوا، لا تخبروا به جت في جت في جت، لا تبشروا في اسواق أشقلون لئلا تفرح بنات الفلسطينيين، مش عايز الناس تشمت فيه ويفرحوا فيه، لئلا تشمت بنات الغلف. يا جبال الجبابرة، يا جبال جلبوع، جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة، مجن شاول بلا مسح بالدب. شوف اقرا كده 23 يقول لك شاول وايه؟ شاول ويوناثان المحبوبان. يا حلاوة. وايه تاني؟ والحلوان في حياتهما لم يفترق في موتهما. شوف بيقول دول المحبوبين، يعني زاحل عليهم، دول الغاليين، دول الحلوين، ده يعني كيف ماتوا الجبابرة دول، مجنوا الجبابرة ومجن شاول، ده انا مش عايز اقول للناس عشان ما يشمتوش. كان بيقول له تضايقت عليك يا اخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي اعجب من محبة النساء، كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب. شوف الرثاء اللي كان بيرثيه لشاول الملك، علما بانه هربان منه ووراله ان هو كان ممكن يموته. يعني حاجه غريبه. هو ده المبادئ، غفرهم غفر ليهم. عشان كده لما تاب، لما غلط داود وتاب الرب غفر له، شالها له، صح، لانه لقى بات مديون. ايوه يعني بيحفظ لك اللي انت عملته، بالكيل الذي تدين به تدان. انت عملت حاجة ربنا هيفضل شايلها لك، مش هيسيبها لك، زي ما عملت هيتعمل فيك. فهو هنا غفر، فما اخطأ داود وزنى وقتل ورجع وتاب، الرب غفر له. ليه؟ لانه هو غفر لاخوه. عارف في مثل دايما بشوفه في قصة مشهورة قوي، وهي قصة أيوب. أيوب كان ربنا سمح بالتجربة اللي مر بيها، يقول لك ولا صبر أيوب، صراحة ما حدش استحمل اللي حصل مع أيوب، حتى مراته ما استحملتوش، أقرب الناس ليه ما استحملوهوش، أصحابه ما استحملوهوش، وهو بقى هيتجنن، طب أنا عملت إيه؟ لكن الرب صفح عنه وغفر له لما عمل حاجة واحدة، صلى لأهله ولأصحابه. يبقى هنا هو، إذا أنت ما عملتش الخير للآخرين ربنا ما بيفوتش حاجة، إذا أنت ما غفرتش للآخرين ربنا مش هيغفر لك، فإزاي أنت هتطلب المغفرة؟ ولا هو كلام بنقوله في الصلاة الربانية؟ صدقني أعرف ناس بيخلصوا الصلاة الربانية في 5 ثواني. إيه عشان محفوظة ويكررها، ما أعرفش إزاي. انا مسكت الستوب ووتش 5 ثواني. يعني ازاي ده بيقولها؟ ازاي ده خلصت؟ يعني انا مش فاهم، هل ربنا لما كتب الكلام ده، ده كل كلمة ليها معنى، كل حرف ليه معنى، زي ما بيقول ابليس اسد زائر ولا كأسد؟ ده كأسد تشبيه، شبه اسد، كاف دي الحرف ده ليه معنى، الرب ما بيسيبش حاجة. فالكلمة واضحة لما يقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، الرب واضح. افهم الكلمة اللي مكتوبة في كلمة الله، مش تقراها وبس. احنا ما عندناش مسابقة تحفيظ الإنجيل، لكن عندنا حياة الإنجيل.
الإنجيل، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، حياة ممارسة، حياة معاشة، كما كان ذاك أكون أنا. صح. لازم أمشي بحسب فكر الله. إحنا لازم يبقى لنا فكر المسيح، لازم يبقى لنا سكك المسيح، طريقة المسيح، حياة المسيح. لو إحنا ما تمسكناش بهذه الحياة، لا ندعى تلاميذ، لا ندعى أبناء، لا ندعى أحباء. كل دي صفات وأسماء الرب قالها لنا. إحنا محتاجين إن إحنا ننفذ هذه الكلمات، مش كده ولا يا أخوتي؟ صح. يعني الحقيقة أمثلة كتيرة لناس في العهد القديم، يعني أكتفي بالحد كده في العهد القديم، وأقول لك مثلا مثالين أو ثلاثة من العهد الجديد. أمين. يعني آخر الشهداء بتوع العهد القديم مين؟ يوحنا المعمدان. المعمدان لما قطعت رأسه. وأول الشهداء في العهد الجديد الرجل اللي كان من ضمن الشمامسة السبعة، هو أول رئيس الشمامسة، رئيس يعني الشمامسة الرجل الحلو استفانوس. يعني استفانوس ده حفروا له حفرة وربطوا ايديه ونزلوا ضرب فيه بالحجارة. طبعا لما تشوف واحد بيتضرب بالحجارة في كل وشه وجسمه، وفي الآخر يقول لك ايه، رفع عينيه للسماء كده وشاف ايه؟ شاف المسيح قائم، قائم مش جالس، مع ان المسيح جالس عن يمين العظمة. ده قائم مستنيه، قائم قام بيعمل ايه؟ مستنيه بيرحب بيه، اهلا وسهلا، تعالى يا استفانوس، انت حفظت الايمان، لك كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. امين. وبعدين وسط الضرب، وسط ضربوه لحد ما مات، لكن قبل ما يموت صلى صلوه صغيره كده حلوه، قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. واحنا لطمك واحد على خدك، ده انت عايز تديله بالبنية. المسيح يقول لك لا، حول. لا مش معنى كده انك تبقى جبان ما تاخدش حقك ويضيع حقك وخد ادي خد، لا، في يعني قوانين شرعيه وخد وخد بالمحكمه وخد بالقانون، لكن ما تعتديش، في طرق شرعيه طرق المسيح طرق علمنا يعني. يعني المسيح كان يلطم على وجهه، بيقول له راح في المحكمه بيقول له يا اخي ان كنت فعلت الشر اشهد على الرد اللي انا فعلته، والا فلماذا تلطمني؟ يعني بتلطمني ليه لما انا ما عملتش حاجه غلط؟ شوف هنا التسامح، شوف هنا المحبه بتاعت استفانوس للناس اللي بيرجموه، لدرجه ان كان سبب رئيسي في ان شاول اللي كان واقف يحرس الملابس بتاعت الناس اللي بتضربه، بيقول يعني بيتقال عن شاول كان مفتريا وكان مجدفا وكان قتالا وكان ينفس قتلا، لكن يقول كان سبب استفانوس ان هو يرجع للمسيحيه ويعرف المسيح. طبعا كان على راي احد الاخوه الاحباء قال لك ده زي منخاص كان في شاول ان هو يعرف المسيح لما ابرق المسيح عنه بنور. قال ده انا كنت بقف علشان اشوف الراجل ده وهو بيتضرب، شوف النهارده ده حط هدومه قدامه. بولس بايه النهارده؟ شاول اتغير بايه؟ بولس بقى رسول المسيحية. شوف كتب ربع الكتاب المقدس في الرسائل، شوف ربنا استخدمه ازاي، من ايه؟ من غفران شاول دي، من غفران استفانوس اول الشهداء. امين. حاجات كتير الحقيقة، يعني واحد اساء لفيليمون، كان اسمه أنسيموس، كان شغال عنده عبد، وربما انه كان يعني كان بيسرق منه، يعني أنسيموس ده كان هو حرام، هو كان بيسرق منه، لان بولس الرسول قال له اذا اخد منك حاجه. ايوه هي ما كانتش صراحه كده، بس يعني تفهمها كده بس حضرتك باين بتقول. يعني راح مع بولس، اتولد في قيود وهو في السجن، ربنا جابه اتمجد. راح بعت له رساله، يا فيليمون اقبل أنسيموس دوت، ده كان نافع ليا، وانا متاكد انه هيبقى نافع ليا وليك. فكرك انت في اليومين بقى يقول يا عم ده سرق مني، قال له يا عم ما تاخدش في بالك، ده انا اوفيك ان كان خد منك حاجه ولا انا اوفيك الجميع، ما يهمكش. لكن قلب في اليومين المحب ما بصش لا لفلوس ولا حاجه، اول ما شاف أنسيموس تعال اتفضل، هي دي قبله رغم اللي حصل. وده وبعدين قال له ايه؟
ما تقولوش يا عبد تاني، ده أخن حبيب يعني، ده ابني كان، ودلوقتي تقول له يا أخ أنسيموس، ما تقولوش يا عبد أنسيموس. دايما بأنه كان عبده آه، وكان حرام بس خلاص، وكان لص، علشان وكان مسجون. كده احنا في المسيحية عبد، ملك، رئيس، دكتور، مهندس، غفير، طالما عرفت المسيح انت اخ، واعظم لقب امين لقبه بين المسيح ان احنا اخوة، وهو بكر، وهو بكر بين اخوة كثيرين كثيرين. ليك المجد امين. طب في مثل تاني في العهد الجديد؟ في كتير الحقيقة. انا وانت انا وانت لازم يكون بينا التسامح والغفران، علشان زي ما قلنا ان ربنا يغفر زي ما غفر لنا، كما سامحكم كمان الرب كما المسيح غفر لنا وسامحنا، احنا نغفر لبعضينا البعض. في حاجة مهمة بقى، يعني طالما اتكلمنا عن الامثال وكده وشفنا ناس كتيرة اتشبهت بالمسيح في تعاملاتهم، اذا كان في العهد القديم او في العهد الجديد، لكن في حاجة مهمة ممكن تخطر في بال اي انسان، وهي معوقات الغفران. الحاجة اللي ممكن تخلي الإنسان ما يعرفش يغفر، وإزاي نتغلب عليها بقى، عشان الوقت بيجري مننا قوي. بيجري. طيب بسرعة كده، أنت فكرك الرجل اللي طلع دوت ولقى الرجل التاني مديون ليه بمبلغ صغير، وهو الرجل سامحه بمبلغ كبير، طب ليه ما سامحش؟ يعني ليه ما سامحش أخوه دوت ليه؟ عشان كان في قلبه ضغينة، عشان ما كانش في مغفرة. عارف ليه؟ في سبب كمان مهم يا أخي يوحنا في اعتقادي، إن هو ما صدقش غفران الراجل الكبير بالمبلغ الكبير ده، اللي ما صدقش يعني هو ربنا معقولة يغفر ليا كل ده؟ ممكن يكون ده سبب إنك أنت مش مصدق إن ربنا غفر ليك كل خطايا ماضيك وسطر كل عيوبك ولا يعود يذكر خطاياك فيما بعد. لازم تصدق ان ربنا لما بيغفر بينسى. محوته كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. فانت لازم تصدق عشان تقدر تغفر، والا ان ما كنتش مصدق ان ربنا سامحك مش هتقدر تغفر لاي حد. يعني معنى الكلام ده ان المعوق الاساسي للموضوع ده هو ان الناس إبليس بيزرع فيهم عدم تصديق كلمة الله ووعد الله اللي وعد به الإنسان في الصلاة الربانية. بالظبط، لأنك النهاردة أنت بتقتل شخص مش ملكك، مش بتاعك، ده ملك الرب، ربنا اللي خلقه، فهو غالي على ربنا وربنا سامحه بالكثير، فأنت المفروض تسامح وتغفر وتصدق إن ربنا سامحك بالكثير، علشان كمان تقدر أنت تسامح غيرك ولو بالقليل او بالكتير. امين 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 فعلا. طيب دلوقتي في اي معوق تاني؟ الحقيقه يعني نقدر نقول يعني الشخص اللي ما بيغفرش بتكون حياته ايه؟ انا بتكلم عن الشخص المؤمن المسيحي الفعلي. اولا بيحزن روح الله القدوس اللي جواه. لما يجي يصلي ما يقدرش يصلي، تصلي ازاي وانت ليك على اخوك زله؟ او في خطيه معينه، او في حقد، او في مراره، او في سخط، او في حاجه بينك وبين اخوك، عشان تصلي وتصفح انت بدون ما بتعمل كده روح الله بيحزن فيك، بتنقطع عنك الشركه بينك وبين الله، بتعاق الصلاه، ان زي ما قلنا ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. طالما في حاجه في القلب شايلها ما تصدقش لو قلت أبانا الذي 100 مرة مش هيغفر ليك. لازم تصفح الأول، سيب قربانك وروح له، وإن أخطأ ليك أخوك أنت برضو روح له. لازم تصفي، لازم يكون قلبك نقي، لازم يكون في صفاء بين العائلات، بينك وبين أخوك، بينك وبين أختك. النهاردة أتمنى من كل قلبي من خلال الكلمات البسيطة والبرنامج الحلو ده النهاردة، ان ارفع تليفون على اخوك ولا اختك، قول له سامحني، متزعلش مني، انا نسيت كل خلاص كل حاجه، وارجع للعشره الحلوه بينك وبين اخوك، عشان لما تيجي تصلي تقول له يا ابويا يقول لك ايوه انت ابني، انا اغفر ليك، اديك سلام. تبص تلاقي نفسك في سلام، في طمانينه، في فرح في القلب، تحس انك انت فعلا الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل
قد صار جديد. طب هل ده ينطبق على الناس اللي هم مؤمنين بس ولا على كل الناس؟ هو طبعا المؤمنين، انا بقول المؤمنين ليه؟ لانه فيهم روح الله. لا انا بتكلم على الانسان اللي هو بيتم الغفران ليه، مش اللي بيغفر، اللي بيتم الغفران ليه. يعني مثلا لو واحد غير مؤمن ليه اساء للاخ مؤمن، ايوه، هل واساء ليه مره واثنين وثلاثه وعشره مثلا، والاخ المؤمن ده اخذ من ربنا كده هو رساله ان لا يعني اعتبره كالفريسي والعشار، أيوة ولا تشكلوا هذا الظهر، ايوه، بل تغيروا عن شكلكم. هو طبعا هو بيعمل محاوله واثنين وثلاثه. لو واحد غلط انا بروح له الاول، بتعاتب بينه وبينه، اذا ما جاش منه مره واثنين اروح اخد اخ او اثنين من الكنيسه، بس يكونوا اخوات حلوين كده مشهود ليهم يعني بإيمانهم، ما يكونوش اخوات بتوع زقل زي ما بيقولوا في الصعيدي. ياخد اثنين اخوات ويروح يقعد معاه، انا كنت غلطت سامحني وانا مسامح ونصفي، برضو مرضيش بالاخوات وبيه وكله، خلاص بيجيبوا الكنيسة وبيسيب امره للكنيسة، وهو بكده يبقى عمل اللي عليه وزيادة. يعني معنى كده احنا بندي الحلول الكافية. لما بنقول ان انسان مؤمن اخطأ لإنسان مؤمن، تلقائي لما الإنسان المؤمن مش ممكن يكون اثنين مؤمنين، استحالة يعني، حتى لو حصلت بالزبط. هيتم التصفية، هتتم في ساعتها على طول، أو في بموجب أن الروح القدس يبكت أي إنسان على خطية، اللي دي بتعتبر خطية. خلي بالك أنت لما تخطئ لأخيك وما تغفرلوش أو هو ما يغفرلكش وأنتوا الاثنين مؤمنين، دي خطية لكلتا يعني ليكوا أنتوا الاثنين، دي مفروغ منها. لكن لو الانسان اللي اخطا اليك غير مؤمن وبعيد عن الرب تماما، بتعاتبه مره مفيش، بتروح تاخد ناس من الكنيسه مفيش، بتاخد الكنيسه نفسها ويعتبر كالفريسي والعشار لو رفض ان هو يرجع ويتوب. لكن لو رفض، لو قبل ورجع وتاب، فهو ده المصلحته، هو اللي هيستفاد، هو ده اللي هيترد تاني فعلا. يرجع اي واحد انت بتروح له، يعني شوف ده انا اللي غلطت فيه، هيقعد يفكر مع نفسه اكيد، طب ده انا اللي سلبته كرامته، طب ده انا اللي استوليت على فلوسه، ده انا اللي ضحكت عليه، ده انا اللي قلت في حقه كذا وكذا وكذا، اكيد بيراجع نفسه. الراجل ده في حاجه وهيبتدي يعرف من كده ان المسيح اللي في قلبه هو اللي خلى الراجل ده يجي لك رغم انك انت الغلطان، وبالتالي ممكن يكون ده سبب انه يرجع للرب من خلال انك انت بتروح تعمل مبادرة بالتسامح لاخوك. طيب لو قلنا ايه هي الوسائل بقى؟ يعني اعمل ايه قصدك؟ اعمل ايه علشان استفاد او اعمل موضوع الغفران ده؟ اعمل ايه عشان اعالج نفسي؟ اول حاجة ابص لحجم الاساءة. حجم الاساءة دي كبيرة صغيرة؟ طيب ده غلط فيا مرة واثنين وثلاثة وعشر، ده بقول لك 7 في 70، ده مش بس 7 في 70، ده في قانون أسمى من كده. كونوا لطفاء بعضكم مع بعض، شفوقين، مسامحين بعضكم ببعض كما سامحكم، يبقى مش 7 في 70 إلى المنتهى، ده سامحنا إلى المنتهى. فيبقى بص لحجم الإساءة، مهما كانت كبيرة ما تقولش كبير على ربنا، انا مسامح خلاص. واعرف ان احنا غرباء ونزلاء على الارض دي، احنا لينا وطن تاني. غلط، خد من حقك حتة ارض، خد من حقك فلوس، خد من حقك، خلاص سامح واغفر عشان ربنا يديلك اكتر واكتر مما تطلب او تفتكر. كمان بص لنفسك، انا النهاردة انا مش احسن من اخويا اللي بغلط فيه او غلط فيه، احنا كلنا ايه؟ خطية، كلنا بنعمل خطية، مفيش حد معصوم عن الخطأ. فأنا لما أقول ده هو غلط النهار، طب أنا غلطت مرة زمان في فلان، أو أبص لنفسي. مرة مريم وهارون ربنا غضب علشان اتريقوا على موسى، أم ربنا قال لموسى حط إيدك فين؟ في عبك. فحط إيده في عبه وطلعها إيه؟ بيضة برصاء، عشان يقول له إيه ربنا؟ أنت مش أحسن منهم، ده أنت زيك زيهم، صح؟ طبعا. لكن حطها تاني، وهنا كان الشفاء. ده قال لي ربنا يا رب سامح وإيش في مريم، واخد بالك؟ يبقى أنا ببص لحجم الإساءة، ببص للمساء إليه، إنه أنا مش لنفسي
ان انا مش احسن منه، كمان ابص بعين الشفقة واللطف والرحمة للشخص اللي انا مسيء الي دوت، ولازم اعرف ان المسيح حبه، وممكن اوصل له الرسالة ان المسيح حبه، علشان كده انا بغفر له زي المسيح ما غفر لنا كلنا. اخر حاجة، أمين. انا اتكلمت كتير حبيبي. لا نبص لمين؟ نبص للمسيح نفسه. المثال الاعظم اللي بيقول لك لما كان يتشتم، كان المسيح بيشتموه، قال لك لم يكن يشتم عوضا، عوضا ما يرجعش الشتيمة أبدا. ما يقولوش اهو انت، ما تلاقيهاش في قاموس المسيح ابدا. قال لك نشتم فنبارك، كل ما تتشتم كل ما تاخد بركة. شوف ازاي، عشان كده الناس بيشوفوا المسيحيين مختلفين. لازم الناس فيها حاجة غريبة، لازم تكون زي سيدك طبعا. طبعا. وإلا كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. المسيح ما كانش مع سيف، ولا حط سيفك في غمضه يا بطرس، احنا مش بتوع سيوف، مش بتوع بنادق ولا قنابل ولا لا 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 لا. احنا لينا أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. ده كانت الفتيلة المدخنة، يقول عنها الكتاب فتيلة مدخنة لا يطفئ، يا قصبة مردودة، قصبة مردودة لا يقصف أبدا. يا ده هو ده المثل العظيم من كل الموضوع بتاعنا اللي المفروض نحتذي بيه. تتعب بص للمسيح، عايز تزداد كمال بص للمسيح، عايز يبقى عندك تواضع بص للمسيح، عايز تزداد حلاوة بص للمسيح الكامل. أمين أمين, أمين. يعني معنى كده نقدر نقول إن الإنسان اللي هو في مشكلة مع الغفران ده إنسان مريض، محتاج لشفاء حقيقي من الرب يسوع. وانت يا عزيزي المشاهد، لو انت بتشاهدنا الآن وفي قلبك أي ضغينة، أي حقد، أي حسد، أي إساءة للآخر، أو حتى لو حد أساء إليك، زي ما كان بيقول أخويا وجيه، ارفع سماعة التليفون وعاتبه وقول له اوعى تكون زعلان مني، انا ما قصدتش منك حاجه، وانا مش زعلان منك، بس المهم ما تبقاش انت زعلان مني. ابدا خلي الشفاء يخش جوه قلبك. امين يا رب. لان صدقوني عدم الغفران ده مرض، مرض بيقطع جوه الانسان. في مثل بيتقال، والامثال دي امثال للعالم، يقول لك اللي اتكسر ما يتصلحش. أنا أقول لك لأ، لأن الكتاب المقدس بتاعنا بيقول لنا لأ، لو اللي اتكسر ما يتصلحش خطية آدم لا ترد، لكن الرب صلح اللي اتكسر، رد المسلوب، صالحنا على الآب، شق حجاب الهيكل بموته على الصليب، بموت المسيح على الصليب أعطاك حياة. بغفران المسيح غفر لك كل ذنوبك، اتغفرت، لا يعد يذكرها مرة أخرى. نعم. رماها في قاع البحر، مش هيفتكرها. كل الأنبياء اللي موجودة في العهد القديم أخطأوا، حتى كليم الله، حتى كليم الله، حتى خليل الله، حتى خليل الله، عدل الله لازم يتم. ده ما سمعوش كلام ربنا، ربنا ما يغفر لهمش، لكن لا، المسيح على عود الصليب غفر للكل بدمه، مغفور لك خطايا يا أبتاه اغفر لهم. والرب قال لهم كده، لقالهم حجة ان هم لا يعلمون ماذا يفعلون، صحيح، فغفر لهم. قال للأبوه السماوي، طبعا هو كان بيكلم مين؟ لا، ده ابن الإنسان كان بيكلم رب الإله، يسوع كان بيكلم الآب، يسوع الإنسان الكامل كان بيكلم الآب وبيقول له يا أبتاه اغفر لهم فهم لا يعلمون ماذا يفعلون. انت لو عملت كده وتمثلت بسيدك هتشفى. تعالوا نصلي الترنيمة دي مع بعض قبل ما نختم، وما تنساش ان احنا هنصلي في الاخر مع بعض، لازم نصلي لاخونا جون
جون اللي اتصل وطلب صلاة. احنا محتاجين لمسة شفاء مرة، مش كده؟ تعالوا نرنم الترنيمة دي ونصليها مع بعض. ونقول له اشفيني يا رب، اشفيني من كل ضعف فيا. خلي بالك ان الغفران او عدم الغفران بمعنى ادق هو ضعف، الخطية ضعف. انت محتاج انك تؤمن بان الرب غفر لي كل خطاياك، انك فعلا محمي بالدم، ان الرب غطاك بدمه وغفر لي كل خطاياك. اغفر، اغفر لاخوك زلاته عشان يغفر لك ابوك السماوي كل زلاتك. صلي يا رب من أجلي أخويا جون يا رب. أنت يا رب اللي تقدر تمد إيدك بالبركة على حياته يا رب. أمين يا رب. طلبك أذكر يا رب. ومش حاسس بوجودك يا رب. إبليس بيشككه في وجودك يا رب.
بيلعب معاه لعبة هو مش قدها، لكن انت تستطيع ان تتغلب على كل شيء لانك غلبته على عود الصليب. نعم، غلبت ابليس على عود الصليب يا رب. اشكرك. ارسل روحك الان يا رب، ارسل روحك الان لابنك جون يا رب، عزيه وارفعه على الاذرع الابديه، عرفه انت مين بحق. هو مش لاقيك لكن بيدور عليك. تعالى يا روح الله واسكن فيه، املا من جديد يا رب، املا من جديد. قدسوا لشخصك يا رب. انا بصلي بقوة الروح القدس ان انت يا رب ترسل الان روحك اليه في اسم يسوع، تعلن مجدك من خلال هذا الاناء. حروب ابليس عليه كتيرة، لكن انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، لانك اله كل زمان وكل مكان. كنت تقول تصنع خيرا وتشفي كل مرض في الشعب، وكل من تسلط عليه ابليس كنت تسحقه، تسحق ابليس تحت الاقدام. انت قادر يا رب انك تمد ايدك بالبركه على ابنك الان. امين يا رب. يا رب بصلي من اجل مصر. امين يا رب. من اجل كل نفس عايزه تعرفك. امين يا رب. من اجل اخواتنا المسلمين اللي بيدوروا عليك ومش عارفينك. امين يا رب. وشايفين فينا حاجه غريبه. اعلن مجدك يا رب، اعلن مجدك في مصر. اعلن مجدك في سوريا، اعلن مجدك في العراق، في كل الشرق الاوسط. كل انسان يرى انسان مسيحي يعرف ان انت ساكن فيه. امين يا رب. اطبع يا رب، اطبع. امين. اطبع سلوكك، اطبع كلامك، اطبع فكرك في كل انسان يا رب. يا رب انت قادر يا رب انك تنتشل الكل وتجتذب الكل لمحضرك. نعم يا رب. تعال يا روح الله في اسم يسوع يا رب. سكيب غير عادي يا رب لكل انسان، علشان يعرفوا قد ايه انت غفرت لنا. نعم. ويغفروا. ايوه. ازرع المغفره يا رب في قلوب اخواتنا، ازرع المغفره في كل انسان يا رب، لانك انسان وعشت زينا. أيوة. وتألمت زينا. أيوة. وعارف ضعفنا. أيوة يا رب. املانا يا رب، قدسنا في شخصك. أشكرك يا رب. ارفعنا يا رب على الأزرع الأبدية. أمين يا رب. نشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. نعم يا سيد. بصلي ذلك في اسم ابنك يسوع، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين يا رب. أمين. موضوع شيق جدا أخ. شكرا. وجيه بجد. أمين. أنا فرحان جدا بحلقة النهاردة، وسعيد جدا بوجودك معنا النهاردة. أنا اللي سعيد جدا. ربنا يبارك البرنامج ويباركك. ربنا يخليك. ويبارك كل حبايبنا اللي سمعوا الكلام والرسالة. أتمنى الرب يعمل فينا كلنا أمين. ونتغير ونكون حسب مجده وحسب قصده. يزرع مغفرته. أمين. في قلبنا. أمين. زي ما هو غفر لينا. أمين. لو أنت بعيد عن الرب، الرب بيدعوك الآن إنك تقبله. الرب بيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صدقوني إذا ما غفرتش لأخوك هتبقى تعبان، لأن الرب هيغفر لك لو غفرت. لو ما غفرتش أنت اللي هتتعب. ربنا يبارك حياتكم أحبائنا المشاهدين. شكرا ليك أخ وجيه، سعدنا بلقائك النهارده. ربنا يزيدك في النعمة ويستخدمك كمان وكمان لمجد اسمه وامتداد ملكوته. أحبائنا المشاهدين، سعدنا بلقائكم، نشوفكم على خير الحلقة القادمة مع همسة جديدة وهمسات عامر. أمين.